مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى هذه التغطيات الخاصة المرافقة لعملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية تحسب الانتخابات الرئاسية المسبقة لـ7 سبتمبر بعنوان التعبير المباشر، حيث تجرى فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وتشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بإشراف رئيسها السيد محمد الشرفي. وتكون تدخلات المترشحين بعنوان التعبير المباشر من خلال الفترة الانتخابية من 15 أوت إلى غاية 3 سبتمبر، حيث سوف يتم تحديد الحيز الزمني والفترة وعدد الفترات والوحدة ورقم المترشح في القرعة. نقف اليوم عند هذا الحدث الهام في مسار تنظيم الاقتراع لـ7 سبتمبر، ونسعد باستضافة الأستاذ أحمد خنيسة أستاذ القانون العام. مرحبا بك دكتور. شكرا على الدعوة، مرحبا بك أنت كذلك في الحصة أمام الجمهور، وتحيتي إلى مشاهدي التلفزيون الجزائري. مرحبا أستاذ. أولا أستاذ، نقف عند الحدث اليوم المتعلق بالقرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وذلك والتي أخذت عنوان التعبير المباشر. نقف عند الإطار التنظيمي لذلك أستاذ أحمد. نعم، تندرج هذا في إطار الحملة الانتخابية في شقها المتعلق بتعبير كما يسمى التعبير الحر، وهو يقطع طبعا مبدئيا لمبدأ المساواة بين المترشحين. فطبعا بالنسبة لانتخابات رئيس مبدأ المساواة بين المترشحين، طبعا لدينا 3 مترشحين في الاستفادة من التوقيت الذي طبعا هي قرعة لتوزيع الحصص وليس يعني الحيز فقط، ولكن القاعدة أن هناك مساواة في التغطية بين المترشحين الثلاث، وهذه القاعدة والمبدأ. اليوم السلطة المستقلة للانتخابات بما تملكه من سلطة تنظيمية مستقلة تقرر هذا القرار لتطبيق والسهر على تطبيق هذا المبدأ بتفاصيله، لأنه يقتضي كثير من التفاصيل الدقيقة التقنية طبعا بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للسمع البصري. نعم. وبالتالي هذا ما يتعلق بما يسمى التعبير الحر للميزو على تغطية الحملة التي هي شق آخر. وبالتالي الشيء الأساسي الذي ينبغي تذكره أولا أن هناك مبدأ في المساواة، يعني يستفيدون من نفس كمية الوقت. نعم. ولكن هناك تقسيم لها من حيث الحيز، وبالتالي كل السلطة التنظيمية سلطة الإشراف على الحملة الانتخابية تملك سلطة تطبيق وضبط بالنظر إلى الإكراهات التقنية والوقت وكذا. نعم. بالتالي فيها جانب اللي يتعلق بالقرعة، لأنه الأصل أنه هناك مبدأ المساواة في القرعة لن تغير المعطيات المتعلقة بالمساواة. نعم. ولكن فقط في توزيع الحيز، واختيرت القرعة يعني لطمأن الجميع ان العمليه بالعكس هي تعزز مبدا الشفافيه طبعا الذي تعتمد عليه السلطه طبعا في تنظيم الاقتراع انتخابات السابع سبتمبر، وهو رهان يعني رهنت عليه السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات وايضا الجزائر من اجل تنظيم هذه الانتخابات في جو يسوده الشفافيه والمساواه والمناصفه والموضوعيه ايضا. نعم أستاذ. طبعا يقع على المترشحين كثير من الأعباء التي هذا ليس موضوعها، ولكن بالنسبة للسمع البصري كخدمة عمومية. نعم. فيقع عليه بين ما يقع عليه هو هذا إبداء إعطاء الفرصة التعبير المباشر. نعم. طبعا المترشحين لهم أن يقوموا بتجمعات وتجمهرات، هذه يحكمها نص قانوني، قانون متعلق بالتجمهرات، وفيها الإدارة يعني السلطة المستقلة الانتخابات تنسق مع الولايات مع الهيئات. نعم. لضمان أن الجميع يستفيد بشكل متساوي. وأكثر من هذا بالنسبة للسمع البصري يعني نوع من الحياد، لأنه هناك مساواة. نعم. ليس هناك تفضيل لشخص على شخص، وأهم شيء لأنه في الديمقراطية كاين عاملين صعب، قضية المال، قضية الإعلام. لأنه المال قد يكون مالا فاسدا أو قد
قد يكون مال في صالح شخص دون شخص، والقواعد التي سنها القانون هي في مضبوطة مع سقف وتسقيف، وهذا لحماية العمل الانتخابي. والشيء الآخر هو في الإعلام المساواة، وأنه كذلك الإعلام يكون نزيه محايد. طبعا هذه بالنسبة للخدمات، الخدمة العمومية تخضع لدفتر شروط. وبالمناسبة البارحة صدر المرسوم متضمن دفتر الشروط متعلق بخدمة السمع البصري تطبيقا لقانون السمعي البصري الذي طبعا تعويضا للمرسوم تاع 2016. ومن بين ما فيه يعني هو انه ضمان تغطية التعبير المباشر للمترشحين في جميع الانتخابات وجميع الاستحقاقات بالنسبة للاستحقاق الرئاسي بالمساواة، بالنسبة للاستحقاقات الأخرى يعني خاصة التشريعية هي بالإنصاف، لأنه الإنصاف ليس المساواة المطلقة، لأنه الإنصاف يأخذ بعين الاعتبار تمثيل وعدد القوائم. بالتالي هنا بالنسبة لنا للرئاسية يحكمها مبدأ المساواة بين المترشحين الثلاث. طبعا فالعامل الإعلامي مهم جدا في الحملات، لأنه فيها جانب دعائي. طبعا الجامع يدعو إلى برنامجه، طبعا المنتخبين سيقدم، المترشحين سيقدم برنامجهم، ولكن كيف يعرضونها لازم يعرضوها في شروط، أبسط شيء حتى الشروط التقنية نفس الشروط التي سنراها بعد لما السلطة سنرى يعني العملية وممكن تشرح أكثر. يعني في جميع الشروط أنهم يقعوا في جميع الشروط التقنية في الحيز في كل شيء بالمساواة بالحياد لكي لا يفضل شخص مترشح على آخر. بالتالي لماذا؟ لأنه هذه يعطوا الفرصة للمواطن هو الذي يختار بقناعة ويقتنع ويكون له. لماذا؟ لأنه الإعلام ما معنى هذا؟ لأنه الدعاية والديماغوجية هي اللي أنك تؤثر على المستمع المتلقي اللي هو المواطن الآن الذي سينتخب. لما تكون عملية دعائية ديماغوجية فيها، لأنه هذه نشوفوها في الدول حتى وإن كانت ديمقراطية عريقة، ولكن الإعلام والمال خلق عدم توازن رهيب. قد لا يرشح الأكثر نزاهة، قد لا يرشح الأكثر كفاءة، ولكن الدعاية صعبة، المال صعب. احنا رانا في مسلسل في الجزائر وفي مرحلة أنه نعطوا الجميع، الفاصل بين الجميع هو النزاهة. هذه السلطات مضطرة إلى الحياد، النزاهة، الشفافية، المساواة. وأما المترشحين الفرسان الذين يتسابقون في الميدان لإقناع المواطن الجزائري للذهاب والتصويت عليهم، وبالتالي مرتبطة ببرامجهم وليس فقط بمجرد الأشخاص. طبعا الشخص يحمل البرنامج. نعم تدخينيسا، الآن أنا نتحول إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. يلتحق بنا الزميل وليد ساري والزميلة سونيا جاسي من المركز. وليد مرحبا. وليد، كيف تتم التحضير لهذه القرعة التي تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتوزيع الحيز الزمني بالنسبة للتعبير المباشر للمترشحين الثلاث؟ إذن نتواجد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أين تنظم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت إشراف الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة قرعة توزيع الحيز الزمني للمترشحين عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية تحت عنوان التعبير المباشر. وليد، إذن الآن نحن أمام القاعة التي سينظم فيها هذا الحدث أو هذه القرعة هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات. نحن نقف على التحضيرات الأخيرة لانطلاق هذه القرعة، وسيحضر فيها مديرو الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاث، مديرو الحملة الانتخابية للمترشح السيد يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، ومدير الحملة الانتخابية للمترشح السيد عبد المجيد تبون المترشح الحر، ومدير الحملة الانتخابية للمترشح السيد عبد العالي حسان شريف عن حركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى أعضاء من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كذلك سونيا، بما أن وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية لها دور هام في هذه العملية، سيحضر كل من رئيس السلطة المستقلة للضبط السمعي البصري وكذلك المدير العام للتلفزيون الجزائري والمدير العام للإذاعة الوطنية.
نعم، هذا إضافة وليد إلى حضور ممثلين عن مختلف الوزارات، وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزارة العدل، إضافة إلى ممثل عن وزارة الاتصال. إذن في هذه القرعة سوف نتعرف على الحيز الزمني للمترشحين في وسائل الإعلامية السمعية البصرية العمومية، وعن الحيز الذي أخذه كل المترشحين الثلاث في هذه العملية. إذن هي عملية ستتسم بالحياد والشفافية، وستكون مباشرة للحاضرين أو ستكون أمام الحاضرين ومباشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية. سوف نوفيكم بأهم التفاصيل وآخر الأخبار عن هذه العملية في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة وعلى المباشر على قنوات التلفزيون الجزائري. نعم وليد ساري وسونيا غاسي، شكرا لكما، كنتما من المركز الدولي للمؤتمرات، والأكيد سوف تكون لنا ربط مباشر آخر لمتابعة هذه العملية. يلتحق بنا من محطة قسنطينة الأستاذ البروفيسور عبد اللطيف بروبي، أستاذ القانون العام. مرحبا بك أستاذ بروبي. تحية طيبة مسائية لك ولضيفك الكريم وكل مشاهديكم، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك أستاذ بروبي. أستاذ بروبي، كنا نتحدث قبل قليل مع الأستاذ أحمد تخيليسا على البعد الأساسي الذي تكتسيه هذه عملية القرعة، للقرعة بالنسبة لتوزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر للمترشحين الثلاث، والتي تحمل أبعاد تعكس الشفافية والموضوعية أيضا بالنسبة لتنظيم الانتخابات. نتوقف معك أستاذ أحمد بروبي، عند عبد اللطيف بروبي أحمد عفوا، عند هذه الأهمية لهذا الحدث الانتخابي أيضا. طيب، ليتفق على أن السلطة المستقلة للانتخابات تمارس مهامها، ومن بين هذه المهام توزيع الحيز الزمني للمترشحين الرئاسيات، لأن هناك السلطة مكلفة بعملية التحضير والتنظيم والإشراف والإعلان عن النتائج. بمعنى هناك مرحلة مهمة جدا هي التحضير للانتخابات الرئاسية، وعملية التحضير تتطلب من دراسة الملفات الإدارية، وانتهينا من ذلك لأننا كنا في مرحلة دراسة الملفات، والمحكمة الدستورية ثبتت القائمة النهائية للمترشحين. نحن الآن في مرحلة جديدة فيما تكمل على أننا نستعد لإطلاق الحملة الانتخابية. وقبل الاستعداد للحملة الانتخابية يجب أن نفهم على أن هناك عملية يجب أن تبادر، وعملية أن تظهر في التحليل فيما تكمن، هو التوزيع الحيز الزمني في الوسائل العمومية المسموعة والمرئية للدولة الجزائرية. مهم جدا أن نفهم على أن الآن هناك مجموعة من الأحكام الدستورية التي تظهر في القانون العضوي للانتخابات، لأن القانون العضوي للانتخابات يضمن مدى الحق في المساواة بين المترشحين، وأن يراقب ذلك وفق ماذا؟ هل من خلال القانون العضوي؟ أقول من خلال أحكام الدستور، وبالرجوع إلى المادة 9 من الدستور الجزائري والتي قبلها المادة 7 والثامنة، السلطة والشعب. ولكن ما يهمنا في هذه المرحلة هو التذكير بالمادة 9 التي تقر بمبدأ ترانسبرنسي، الشفافية، بمعنى أن نضمن الشفافية في ماذا؟ في الممارسة الانتخابية وفي الحملة الانتخابية، وتبدأ من خلال هذه العملية إجرائية، لأن المحتوى لم نتطرق بعد المحتوى، ولكن عنوان هذا التدخل وعنوان توزيع القرعة بين المترشحين هو التعبير المباشر. لسنا بصدد التكلم عن نوع الحملة، ولكن نحن في عمل شكل إجرائي مهم جدا، أن نقوم وفق مادة تكريس لمادة من الدستور الجزائري مكرسة وتظهر من خلال قانون عضو الانتخابات، والتي جاءت وفق مبدأ تكريس مبدأ الشفافية. الشفافية أين؟ في أن يكون هناك توزيع عادل ومتساوي بين المترشحين ثلاث لهذه الوسائل الثقيلة، لأننا نتكلم عن تعبير مباشر ونخاطب عدة الملايين من الأشخاص في آن واحد، نحتاج أن يكون هذا التوزيع عادل ومتساوي. ولذلك السلطة المستقلة للانتخابات تحرص على العملية وفق منطق، على أننا الآن يجب أن نقوم بتوزيع زمني لماذا؟ لتدخلات المترشحين
أو من ينوب عنها في هذه الحملة الانتخابية وفق ماذا أن تتساوى الفرص. وهذا هو الطرح المهم جدا. مهم جدا أن نفهم على أن العملية مهمة، هي إجرائية شكلية من حيث الإعداد والتحضير، أي نعم، ولكن مهمة من حيث المحتوى، لأننا هنالك شروط يجب أن تكون في هذه الحملة الانتخابية وأن تظهر من خلال وسائل التعبير والإعلام والتي من بينها التلفزة والإذاعة وما شابه ذلك. إذن ما هو عنوان هذه المرحلة؟ على أن السلطة تستمر في العملية الإعدادية والتنظيمية للحملة الانتخابية وترشح الانتخابات 7 سبتمبر الرئاسيات، وفق أننا أمام مرحلة جديدة. انتهينا من الملفات الإدارية ونحن أمام ملفات من نوع آخر، هو التوزيع وتوزيع عادل ومتساوي وتطبيق لمبدأ دستوري ومادة دستورية تظهر في القانون العضوي للانتخابات، وهي الشفافية. الآن المترشحون من خلال مدراء الحملات الانتخابية يستمعون إلى هذه القرآة بالتريث وبإنصات كبير، لأنهم يدركون على أن هنالك توقيت وتوقيت آخر، هنالك توقيت الصباح وفي المساء وفي الليل. ومهم جدا أن يكون نوع الخطاب الذي يوجه إلى المشاهد الكريم سواء من خلال الوسائل المسموعة أو المرئية له تأثير، لأنه تعبير مباشر. ولذلك يحرص على أن يكون يحرص على ماذا؟ أن تكون مثلا من باب القرعة والمساواة، متى تكون في ماذا التدخل يكون في ذروة المشاهد الجزائري أو المستمع الجزائري لماذا للحملة الانتخابية. ولذلك مهم جدا أن نفهم الآن على أن المرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة إعداد وتنظيم للحملة الانتخابية، أي نعم، ولكن هي إعداد وتنظيم للرئاسيات كمرحلة جديدة مرتبطة بالشفافية. ماذا ينتظر من خلال القرعة؟ ننتظر توزيع متكافئ، توزيع متساوي، توزيع عادل، تطبيق للقانون العضوي للانتخابات والذي يقر على أن السلطة لها حق في تسخير ماذا كل الوسائل في خدمة الانتخابات، كل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، كل ما يتعلق بالانتخاب سواء مرئي، مسموع، إدارة، أشخاص، يمكن تسخيره من قبل السلطة. والسلطة الآن من خلال ماذا هذه القرعة تقوم بتسخير الوسائل، وكنتم ذكرتم في تقريركم وتقرير الصحفيين على أن هناك وزارة العدالة والداخلية والسمع البصري والإعلام كلهم متواجدين في هذه القاعة، لأنهم يدركون على أن دور السلطة الآن هو تسخير كل الإدارات، ومن بين هذه الإدارات في هذه المرحلة هي سلطة الضبط السمعي البصري. مهم جدا أن نقوم بتسخير ذلك وتوزيع الوسائل الموجودة وتعدادها وإظهارها للمترشحين للمدراء، والتكلم بالأرقام على أين هو الحيز الزمني في أي وسيلة، كيف نتدخل، المسموع أو المرئي، كل هذا مهم جدا. إذن من يقوم بذلك؟ من يقوم برصد كل ما هو موجود من إمكانات وتجهيزات تقنية مرتبطة بالسمع البصري هي السلطة، وتقوم وفق مدى توزيعها بما هو موجود. ولا يمكن تصور على أننا نصلت لوسيلة دون أخرى إلا بتسخير من السلطة. إذن السلطة مارس مهامها في تحضير العملية من خلال مدى تسخير كل الإدارات، والآن نحن مرحلة تسخير وسائل الإعلام ومدى والاتصال مع المواطنين، وتسخيرها ليس لصالح السلطة وفقط، لكن يجب أن نفهم ذلك، ولكن تسخيرها لصالح المترشحين وتوزيع عادل وفق ما هو موجود. أقول وأعيد ما هو موجود، لأن التذكير بالوسائل الموجودة وكيفية استغلالها والحيز الزمني وسكاجلينج النوع من الرزنا التي توضع للتوزيع مهم جدا. إذن في هذه المرحلة التي نحن الآن بصدد التطرق إليها في هذا التدخل، يجب أن نفهم أن السلطة تقوم بالتحضير والاستعداد والتنظيم الجيد للانتخابات من خلال مرحلة توزيع الحيز الزمني بين المترشحين، ومن خلال تذكيرهم بما هو موجود وكيف يكون التوزيع ونوعية التعبير والتعهدات التي وضعت، لأن هناك تعهدات من المترشحين على نوعية الخطاب،
أي نعم تعبير مباشر، ولكن يجب أن نفهم المواطن ونفهم نعم. الجميع على أنه تعبير مباشر، ولكن وفق شروط قانونية وفق خطاب ينبت بعض الأشياء سنتطرق إليها فيما يأتي. ولذلك قلت وعيد هنا مرحلة السلطة لا تخرج من إدارة التذكير بأننا نستمر في العملية التقنية لإدارة الحملة الانتخابية وفق ماذا الآن بعدما درسنا الملفات بطريقة تقنية، الآن نتكلم عن الوسائل الموجودة بطريقة تقنية ونقوم بتوزيعها بطريقة تقنية والتذكير بنوع الخطاب. ما دمت تتحدث أستاذ بروبي، ما دمت تتحدث على التقنية، لا بأس أن نقف وأنتم شرحتم الآن ذلك البعد التنظيمي المتعلق بقانون الانتخابات المنظم للقرعة التي سوف تجرى اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات. نتوقف عند هذه الآلية، عند تقنية القرعة، ما هو الجديد الذي تضفيه عملية القرعة لكل المسار الانتخابي للرئاسيات؟ طيب، لنتفق على أن وسائل التعبير عن الرأي تختلف، قد تكون بطريقة مباشرة وقد تكون بطريقة غير مباشرة وقد تكون عن طريق القرعة. القرعة معمول بها في كوسيلة ديمقراطية لأن لا تخرج من إطار، على أن نستعمل الآن ونذكر من أن هنالك وسائل انتخابية يجب التذكير بها. لا توجد طريقة أخرى للوصول إلى السلطة هي الانتخاب، وحتى نضمن شفافية الانتخاب ونضمن نزاهة الانتخاب ونضمن مبدأ المساواة ونضمن مبدأ التداول الديمقراطي ونضمن مبدأ التطوير وبناء المسار الديمقراطي، يجب أن أفهم على أن هذه آليات في العمليات للتعبير عن الرأي. لأن التعبير عن الرأي قلت ووعيد على أنه قد يكون بطريقة مباشرة عندما أضع الورقة في صندوق الانتخاب مباشرة، أو عن طريق شخص آخر بطريقة غير مباشرة، أو عن طريق تصويت، أو عن طريق استفتاء، أو عن طريق القرعة. القرعة معمول بها تاريخيا كوسيلة من وسائل التعبير الديمقراطي، وإنها تكفل لأنها لا تخرج من إطار، ليست من باب عندما أستعمل القرعة على أن أقصي طرف على حساب طرف. لا، يجب أن نفهم على أن القرعة الآن جاءت وفقا لتوزيع حيز زمني وفق منطق تقني، لأننا نتكلم عن وسائل تقنية، وسائل إعلام واتصال، وسائل مرئية وبصرية في خدمة المترشحين وكل ما هو موجود. فلذلك السلطة تعمل وفق رزنامة عمل، بمعنى أن تقوم بجرد وما هي الوسائل التي يكون فيها التدخل، وتقوم من باب القرعة توزيع ماذا الحيز الزمني. قد يقول البعض القرعة تضمن الشفافية، لأنه من غير المعقول أن ننتظر مترشح يتدخل إلا على الساعة 7 مثلا مساء عندما تكون الذروة في المشاهدة في التلفزيون الجزائري أو أي تلفزيون، ونستثني آخر في أن نضعه على الساعة 11. ولذلك القرعة تضمن على مبدأ التكافؤ الفرص، وهذا مهم جدا، لأن تكافؤ الفرص في الحيز الزمني وفي نوعية التدخل، لأن التعطير وهذه الوسائل الإعلامية الثقيلة، أقول وعيد الثقيلة. لماذا هي ثقيلة؟ لأنها تكون تخاطب ماذا المشاهد الكريم في بيته وفق كان من طريقة مرئية أو مسموعة. القرعة الآن جاءت ماذا حتى تكفل على أن يكون التوزيع الزمني يمس كل الفترات اليومية ولا يكون إلا فترة لشخص على حساب شخص آخر. إذن هذه العملية التقنية ليس هي الهدف، هي وسيلة، يجب أن نفهم ذلك. لأننا عندما أقوم بوضع حيز ماذا زمني للمترشح، هل يعني بذلك أنني أقوم بترويج للبرنامج؟ أقول لا، لأنني وزعت وفق ما هو موجود من توقيت زمني يضمن المساواة المعادلة والعدالة بين المترشحين. ولكن يجب أن نذكر بشيء آخر، على أنني لا أتدخل في البرنامج، ولكن أتدخل في نوعية الخطاب حتى يكون لا يكون فيه خطاب كراهية ومنبوذ وما يمس بالسلامة الوطنية وهكذا. نعم أستاذ بروبي، سنعود أيضا للحديث على هذه النقاط المهمة التي أيضا أثرتها في تدخلك الآن. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا الخاصة متواصلة، ابقوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، تغطيتنا الخاصة متواصلة لفعاليات هذه القرعة للتوزيع الحيزي الزمني للتعبير المباشر التي سوف تجرى بعد قليل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وتشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أواصل نقاشي معك أستاذ أحمد سخينيسة بالحديث على هذه الآلية، على هذه
الخطوة التي تشرف عليها اليوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد هذا الحيز الزمني؟ السلطة وفي قرارها قد خصصت هذه الحيز الزمني بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية المتعلقة بالتلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، وهما المؤسستين اللتان تسهران على ضمان هذه الخدمة العمومية أستاذ أحمد تخنيسة، وهي أيضا من بين مهام المنوطة بالمؤسستين حتى تتيح نفس الحيز الزمني ونفس أيضا الفترات بالنسبة للمترشحين الثلاث ضمانا للمساواة وأيضا الحياد فيما يخص نقل الخطاب السياسي بالنسبة للمترشحين. نتوقف أستاذ عند هذه النقاط من فضلك. نعم، طبعا صدر القرار 36 في 4 أوت من قبل السلطة المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بتنظيم الحملة فيما يسمى التعبير المباشر الذي هو لصالح المترشحين الثلاث، وحددت بالتفصيل طبعا اليوم هو قضية القرعة في التحديد. طبعا يقع هذا العبء لأنه مرفق عام، يعني خدمة عمومية للسمع البصري يقع على التلفزيون والإذاعة الوطنية اللي هما يعني قنوات مرفقية مرفق عام ويخضعون لدفتر الشروط القادم، ودفتر الشروط الذي صدر البارحة أو ليلة البارحة الأخر وفقا للقانون الجديد للإعلام. طبعا بين أهم شيء هو تغطية التعبير المباشر في الحملة. بالتالي القرار يأتي طبعا يحدد شروط خاصة التوزيع، طبعا حدد أول شيء هو أن يكون في 3 فترات، خاصة الفترات التي هي محل المشاهدة الأعظم، يعني هو الفترات الإخبارية قبل فترات إخبارية 3 صباحا في يعني قبل النشرات الإخبارية، قبل النشرات الإخبارية في مدة يعني 18 دقيقة لكل مترشح 6. طبعا الترتيب هذا يأتي بالقرعة. طبعا القرعة يعني تدخل القناة، هناك عدة قنوات، تاريخ التدخل. عفوا أستاذ، نتوقف عند هذه النقاط حتى نعلم مشاهدينا الكرام بهذه النقاط التي وردت، هي الفترة ويقصد بها أيضا هي تلك المدة الزمنية المخصصة للبث تدخل المترشحين الثلاث، تتكون من 18 دقيقة. أيضا عدد الفترات، تبث كل قناة 3 فترات في كل يوم من أيام الحملة الانتخابية قبل النشرات الإخبارية. الوحدة ويقصد بها مدة التعبير المباشر في كل تدخل والمحدد بالست 6 دقائق، ورقم المترشح في القرعة ويقصد به ترتيب المترشحين من 1 إلى 3 حسب الإعلان حسب المحكمة الدستورية. هذه هي النقاط التي سوف تحدد توزيع القرعة اليوم أستاذ، نتوقف عندها من فضلك أستاذ فيما يخص هذه التفاصيل. طبعا حددت بالتفصيل بالمساواة أنه هناك 18 دقيقة قبل النشرات الثلاث، يعني لأن هي أوقات المشاهدة مقسمة على 3 فترات طبعا، وهذا يعني بالنسبة للمواطن اللي يستطيع المواطن يتابع. لأنه مش في كل الوقت قبل الأخبار، هي عادة وقت المشاهدة الأكبر، بالتالي هذا من جهة المواطن. ثم من باب مساواة أنه لكل مترشح 6 دقائق، يعني 18 في 3. الترتيب طبعا حسب الترتيب يعني في القرعة، ولكن سواء القناة وخاصة الترتيب من يكون الأول أو الثاني، هذه هي القرعة. معناها هناك مساواة، بقية الترتيب ما يخضعش الترتيب الأبجدي أو ترتيب هكذا عشوائي أو فيه محاباة، لا هناك قرعة. تقول مترشح فلان هو على الساعة كذا ما كذا، لأنه هذه قد تكون مدعاة إلى الشكب. أولا في القرعة يعني الشفافية، هذه وش ما نقول الشفافية، الجميع حاضر، الجميع المترشحين حاضرين، الإعلام حاضر، القرار حدد بالمساواة الجميع له 6 دقائق في فترات. الآن القرعة تقع على الفترة، الترتيب هل يأتي الأول أو الثاني أو الثالث، يعني في الحصة يعني في الفترة الصباحية، في وسط اليوم، في 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 المساء. بالتالي هناك القرار حدد ما هو يعتبر مساواة، حددها بتفاصيلها. سواء القناة، التاريخ، التوقيت، فقط ضمن لك انه هناك مساواة. قضية القرعة اللي تتعلق خاصة بالترتيب، يعني لما ندخل كل هذه، متى تمر مترشح في أي قناة على كم ساعة، هل هو الأول أو الثاني، هذه طبعا ستكون نتيجة تبلغ للجميع وبحضور الجميع
خاصة المترشحين أو ممثليهم، يعني الممثل نتاعهم الآن يبدو أنه ممثلهم مديري الحملة، بالتالي هذا هو القرار يقيم ما قال في هذه العناصر كلها مبدأ المساواة، يضبطوا التدخل ليس عشوائي محدد بست دقائق لكل مترشح وممثله، فبالتالي هذه هي المساواة، هذه هي المساواة. يبقى القرعة متى تمر في أي قناة على كم ساعة، هل هو ترتيبك هو كذا، هذا هي القرعة في إطار من الشفافية والنزاهة. ولكن تتم هذه القرعة بمحضر قضائي أيضا بالاستعانة بمحضر قضائي، بمحضر قضائي نعم. ليضمن الحيادية، يحضر الاحتلافية، ثم يصدر قرار في الأخير التوزيع النهائي ليبلغ لجميع المترشحين ويبلغ حتى الصحافة في عمل شفاف، وهذا لكي لا يفهم أنه قد تميل قنوات لشخص دون شخص أو مترشح دون شخص، فهي عليها فقط بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية تاع التلفزيون الجزائري والإذاعة الجزائرية الوطنية نعم. مرفق عمومي صحيح. ويخضع لدفتر شروط اللي صدر البارحة قبل البارحة، فهو يقوم بخدمة عمومية للجميع في إطار من المساواة والحياد بين الجميع، ليس هناك أي ميل، لأنه العبرة بالكم فهو 6 دقائق، العبرة بالمرور في التوقيت المرور، هذا يخضع للقرعة نعم. سيكون مرور متساوي في أوقات تقسموا نفس التوقيت فقط الظهر، لأنه البعض يريد أن يظهر في آخر اليوم لأنه نعم. ممكن المواطنين يكونوا أكثر حضورا لأنه البعض في العمل، فبالتالي هذه قضية قرعة لا يتحكم فيها أي شخص، هذه قرعة ولكل حظه، وإن كان حظ في الحقيقة متساوي لأنه كميا لهم نفس في نفس الشروط التقنية، يعني حتى الخلفية الصورة تقنيا يقضعوا لنفس الشيء، يعني ما هوش راح مترشح يعطوه صيغة أو صورة أو لون جميل والبعض سيستفيد من يعني نفس الشروط، تكافؤ على كل المستويات نعم، سواء كان ذلك بالحيز الزمني الصوت نعم. الصورة في الخلفية، هذه أشياء صحيح. تقنية لا أعلمها، ولكن صحيح. الإعلام لأنها قد تكون مؤثرة، فكل أشياء مؤثرة في الحقيقة، اللون يؤثر، وبالتالي في جميع الأحوال هناك مساواة في التكفل التقني بالنسبة للقنوات اللي هي مرفقية خدمة عمومية ليس لها أن تميل أو أن تحيد على المساواة نعم. والتغطية. والأكيد بأنه أيضا أستاذ أحمد التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية قد وضعوا كل الترتيبات والتقنيات وكل الوسائل البشرية واللوجستيكية والتقنية لمرافقة التعبير المباشر بالنسبة بصفة متساوية بعد انتهاء هذه القرعة، وبعد ذلك كما تحدثتم هذا البرنامج الذي سوف يطبق بكل حذافيره وبكل أيضا تفاصيله. أستاذ أحمد تخينيسة، أتحول الآن وأعود للأستاذ عبد اللطيف بروبي من محطة قسنطينة. أستاذ عبد اللطيف بروبي، هذه القرعة التي تنظم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كنا نقول، وتنسق أيضا بالتنسيق مع السلطة الوطنية للضبط السمعي البصري بحضور المترشحين 3 المقبولين نهائيا أو ممثليهم المؤهلين قانونا أيضا، نتحدث في هذه النقطة أيضا التي وردت في هذا القرار المتعلق بهذه القرعة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الأثر والأبعاد أيضا. طيب، لنتفق على أن الحيز الزمني هو ما فيه تساوي، وهذا ما يهمنا أكثر، لأنه عندما نتكلم عن 18 دقيقة و 6 دقائق لكل مترشح يعني على أن هناك المساواة، ومبدأ مهم جدا هو تكريس مبدأ الشفافية في التعامل وتكافؤ الفرص، وهذا يجب أن نفهمه. كذلك الإعداد والتنظيم لهذه العملية يتطلب تسخير وسائل تقنية، لأنه غير المعقول أن نتصور على أنه عندما يمر المترشح أو من ينوب في تدخل يتطلب إعداد مسبق، لأننا الحصة لا تمر إلا مسجلة وليس فيها تدخل مباشر، يعني أننا الآن أمام إعداد تقني وتنظيمي للعملية والحملة الانتخابية من خلال المترشحين. إذن هنا مربط الفرس، الآن السلطة تحرص كل الحرص على تسخير كل الوسائل. كنا في السابق نعاني من إشكالية من الممارسات السابقة تدخل الإدارة في توجيه الرأي، الآن السلطة تحرص على تحييد الإدارة وتسخير كل الوسائل.
كنتم تتكلمون عن المرفق العام والخدمة العامة والخدمة العمومية، لكن توفير الخدمة العمومية هو الأهم. عندما نوفر الخدمة العمومية من خلال مرفق عام، لأن التلفزة خدمة عمومية، الإذاعة خدمة عمومية، ونحتاج إلى ترشيد الخدمة العمومية، توفيرها وترشيدها. ترشيد الخدمة العمومية من خلال ماذا؟ على أن نعطي الفرص للجميع المترشحين، وهنا يجب أن يكون ذلك توزيع وفق منطق ورزنامة للتدخلات، تدخل مترشح ألف أو باء أو جيم. هنا إذن وفرنا الخدمة، ونعمل ترشيد الخدمة من خلال نوعية الصوت حتى يظهر صوت جيد وصورة مرئية جيدة للمتدخل، وأن يكون الكلام مفهوم للمتدخل، لأنه يروج لبرنامج، يروج لأفكار من خلال وسائل ثقيلة وهي التلفزة والمادة والإذاعة. ما هو الجديد؟ الجديد على أن القرعة تجعل من أن المتدخل يستطيع أن يروج من ذلك على أنه يقول مثلا سأمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الساعة 7:30 مثلا. وهنا يذكر المناضليه والمنخرطيه والمتعاطفين معه على أن هنالك مروره في توقيت زمني محدد، وهذا أمر مهم جدا، لأن فترة الحملة الانتخابية كما حددها الدستور وكما حددها قانون عضو الانتخابات فترات محددة زمنيا. المادة 74 من القانون عضو الانتخابات تذكر بأن الحملة الانتخابية محددة بفترة زمنية، حتى التدخل محدد بفترة زمنية. ولذلك مهم جدا أن يدرك المتدخل متى يمر وأين يمر، لأنه هنالك ماذا يريد الترويج لذلك المرور عبر وسائل أخرى، تواصل اجتماعي، تواصل بالهاتف، بكل الوسائل مع متعاطفين ومخالطين ومن يريد أن يصلهم تدخل، وهذا أمر مهم جدا. إذن أهمية القرعة في حد ذاتها على أنها حيز زمني مضبوط وثابت، مهم جدا أن ندرك على أنني متى أمر وعلى أي ساعة أمر، لأنني أريد الترويج ذلك المرور عبر وسائل أخرى. نعم التلفزيون وسيلة ثقيلة وثقيلة جدا، والإذاعة كذلك، ولكن هل كل المواطنين يشاهدون ذلك؟ هنالك وهنالك. ولذلك عندما أدرك على أنني سأمر على الساعة محددة زمنيا، أقوم بالترويج لذلك من خلال وسائل الإعلام الأخرى، وهذا أمر مهم جدا. إذن القرعة أهميتها على أنها فترة الحملة الانتخابية طويلة، فيها أكثر من 21 يوم. نحن نتكلم عن فترة لحملة انتخابية بتدخلات عبر وسائل مادة مرئية ومسموعة. هذه الفترة الانتخابية تحتاج إلى تحديد الفترات الزمنية التي أعددها. الآن السلطة تعمل على مدى ضبط رزنامة التدخلات، وهي عملية ترويجية، أقول وأعيد، اسمها political advertising، نوع من إشهار سياسي للمترشحين الثلاث دون إقصاء. كيف ذلك؟ عندما تقوم السلطة بعملية قرعة وتقوم بضبط الرزنامة للتدخلات وتثبيت الرزنامة بتوقيت زمني محدد، يعني على أن المتدخل يستطيع الآن أن يتدخل وأن يتواصل مع الآخرين وفق معطيات محددة آنفا. سأمر على الساعة كذا وأعمل كذا وهذا هو تدخلي. إذن مهم جدا أن تساهم السلطة وتعطي الفرص لإشعار للجميع. نعم أستاذ بروبي، أعود إليكم أستاذ أحمد تخليسة أيضا بحديثنا على هذه العملية، عملية القرعة، والتي سوف تحدد بطريقة يدوية وإلكترونية كل من القناة، التاريخ، الفترة، وترتيب تدخل كل مترشح في الحصص التي تبث سواء بالتلفزيون أو بالإذاعة. طبعا هذه دائما في باب الضمانات، هذه الضمانات الإجرائية التقنية الإدارية التي ستتمها في هذه العمليات، ليطمئن الجميع أنه هذه هي ستنتج عنها بشفافية كبيرة، لأنه هناك يدويا إلكترونيا، وهذه شيء جيد لأنه يكون اطمئنان ويكون تطابق. يعني من حيث الإجراءات، يعني إجراءات الشفافية في إطار من الشفافية الإجرائية، ثم هناك ضمانات للمساواة فيما يتعلق بجميع العناصر مش عشوائيا. نعم. القناة، التاريخ، الترتيب، وهذه هي القرعة تقريبا. متى تمر في القناة كذا على ترتيبك الأول أو الثاني، لأنه كان 18 دقيقة قبل كل إخبارية، قبل كل نشرة إخبارية في القنوات الخدمة العمومية اللي هما التلفزيون الجزائري
والإذاعة الجزائرية بالنسبة للتعبير الحر مباشر، إنه نفكروا إنه تغطية الحملة، إنه الحملة في ضوابط أخرى تسيرها، في ضوابط أخرى، نعم. وصدرت في قرار كذلك، نعم، قرار 17 للسلطة المستقلة أصدر في جويلية ليحدد إنه يكون كذلك يعني التغطية الإعلامية غير التعبير المباشر، صحيح، بين فرق ما شيئين منفصلين، نعم. وفي التغطية موش العنوان المباشر هذا، نعم. احنا اليوم القرعه تتعلق بالتعبير المباشر، نعم. اما تغطيه التجمعات، عمل المترشحين حتى عبر وسائل هذه الجديده، الصحافه المكتوبه، التواصل الاجتماعي وغيرها، في ضوابط كلها، نعم. وان كان مطلوب ان تخضع لنوع من العداله، الانصاف، صح. طبعا طبعا هنا هي قضيه نشاط المترشح، صح. قد يكون مترشح اكثر نشاط، نعم. نحن نغطي بالعدل، القرار يقول بالعدل المساواة، لا نفضل حتى التغطية اللي هي حرة، لأنه يعني هناك قنوات خاصة اللي عندها ترخيص، مش أي قناة، اللي نعم. عندها ترخيص، نعم. اللي المضبوط يمكن أن تغطي التجمعات، النشاطات. سنصل الأستاذ أحمد للحديث على هذه النقطة حتى نعطيها حقها، نبقى في، نعم. التعبير المباشر، التعبير المباشر الذي من بين أيضا النقاط التي وردت في القرار، وهي أظن بأنه مهم أيضا أنه يعرفها المشاهد الكريم، هي أنه عملية التسجيل تبدأ عفوا 48 ساعة قبل بث الوحدة المخططة لكل مترشح. طبعا هذا من باب الضمان الاستمرارية التقنية، نعم. استمر لا 24 ساعه باش يكون 48 طبعا ساعة. 48 ساعه لماذا؟ لانه نقدر نقول هذا اعتبار تقني، نعم. يوجه للقناه، اي قناه من التلفزيون قال يجب، ولكن هذا لماذا؟ للطمأنة، لانه قد يحدث انه يكون تغطيه تقنيا فيها شيء غير سليم او تقني او خلل قد يحدث، نعم. ف 24 ساعه تسمح للقناه بالتصحيح، لانه قد يحدث وهذا هو العمل، وهذه هي الاستمرارية، وهذا هو الأمر، وهذه ضمانة زمنية لإمكان التصحيح أو التكييف، لأنه قد يحدث خلل، وخاصة أنه عمل متواصل، نعم. كمي وفي ضغط وفي حيز مضبوط لا يمكن تصحيحه خارج الفترة، لأنه عندنا فترة زمنية، نعم. بالتالي 24 ساعة هذه علاش تصدر؟ لأنها ضمانة فقط، نعم. هي صيغة موجهة للقنوات وللمترشحين في أنه قد يحدث لو حدث شيء أو خلل أو انقطاع، فيمكن للمترشح، يمكن للتلفزيون تدارك إن كان هناك نقص أو تقصير، لي قد يكون تقني، قد يكون خلل خارج عن إرادة المترشح، خارج عن إرادة القنوات. بالتالي هذه 24 ساعة نقدر نقراها بعنوان ضمانة، نعم. لهذا العمل أن يكون موجود في الوقت المناسب بالتعابير المناسبة بالمراقبة المماثلة، لأنه المترشحين نقدر نقول يقدروا يراقبوا أنه تمت حصصهم، صح. في نفس الشروط المترشحين الآخرين، وقد يبدون بعض ملاحظات تقنية التي ينبغي لقنوات ولا شك أنها تقوم بها، لا أتصور أنه تحدث أشياء كمثال، ولكن قد يحدث، وهذه 48 ساعة هي من باب ضمانة التي هي طبيعتها تقنية، ولكن هي ضمانة، نعم. إنه تسمح، إنه ما يكونش يكون تسجيل مباشر، ومباشر فيه مخاطر المباشر، بالتالي باب إنه ضمانة وفي نفس الشروط لكي لا تختل الشروط لصالح مترشح دون انتشار، لأنه قد يحدث هذه التقنية، نعم. وهو خارج في بعض، بالتالي هذه نشوفها باب أنها ضمانة من بين ضمانة أخرى لضمن الشفافية أيضا واستمرارية هذه التعبير المباشر بالنسبة للمترشحين الثلاث بكل إنصاف وشفافية وموضوعية. مشاهدينا الكرام، ونحن نترقب من الفينة والأخرى بدأ انطلاق هذه القرعة لتوزيع الحيزية الزمنية المخصص لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية بعنوان التعبير المباشر. يلتحق بنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات الزميل وليد ساري. وليد، مرحبا. وليد، وانت الان في هذا في بالمركز قبيل انطلاق عمليه القرعه، كيف يتم التحضير اللوجستيكي والتقني لهذه العمليه؟ وليد،
إذن دائما بي المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في انتظار انطلاق قرعة توزيع الحيز الزمني للمترشحين عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وهذا تحت عنوان التعبير المباشر. إذن هذا الحدث الذي تنظمه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت إشراف الدكتور محمد شرفي سوف يحضره مدراء الحملة الانتخابية لثلاثة مترشحين، كما سيحضره مدراء الوسائل الإعلام العمومية من المدير العام للتلفزيون الجزائري، المدير العام للإذاعة الوطنية، ورئيس السلطة المستقلة للضبط السمعي البصري. إذن كذلك هذا الحدث سيحضره أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إذن قرعة توزيع الحيز الزمني هي مساحة للتعبير الحر عن الأفكار المترشحين وكذلك عن برنامجهم الانتخابي، وهذا حسب التوقيت الذي قدمته وسائل الإعلام العمومية عبر التلفزيون الجزائري أو عبر الإذاعة الوطنية في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية. إذن بعد قليل فقط سوف ينطلق هذا الحدث، حدث قرعة توزيع الحيز الزمني للمترشحين عبر وسائل الإعلام العمومية السمعية أو البصرية، والتلفزيون الجزائري حاضر لتقديم آخر التفاصيل حول هذا الحدث عبر المباشر عبر مختلف قنواته وكذلك عبر المواعيد الإخبارية القادمة. نعم وليد، شكرا لك وليد على كل هذه التفاصيل، والأكيد بأنه سوف تكون لنا متابعة مباشرة بالنسبة لهذا الحدث من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. أتحول الآن إلى الأستاذ عبد اللطيف بروبي من محطة قسنطينة. بروفيسور عبد اللطيف بروبي، الآن مع أستاذ أحمد خنيسة تحدثنا على هذه النقاط المتعلقة بهذه العملية التي تعكس نقطة كنا تحدثنا عنها سابقا في تغطيات سابقة وهي مهمة ومتعلقة بهذه الانتخابات حتى تنجح، وهي نقطة الشفافية والموضوعية والحياد. المترشحين الثلاث كما كان يتحدث الآن الزميل وليد صاري سوف يحضرون هذه القرعة وأيضا ممثليهم، وذلك فيما يخص هذا القرار. أستاذ عبد اللطيف بروبي، لو نتوقف عند هذه النقطة أستاذ عبد اللطيف بروبي بالحديث على التفصيل في هذه النقطة إن أمكن حول أهمية إجراء هذه القرعة لضمان سيرورة الشفافية والموضوعية لهذا المسار الانتخابي. فعلا سؤال مهم جدا، كيف نضمن وتكون ضمانات مقنعة ومرضية للجميع؟ إذن يجب أن نفهم على أن نفكر بطريقة خطوة بخطوة. الدستور الجزائري الجديد 2020 وضع ضمانات فيما تكمن على أن المادة 7 و8 السلطة للشعب، المادة 9 الشفافية، المادة 16 حول مدى الجماعات، المادة 17 حول الجماعات المحلية البلدية والولاية، المادة 19 حول اللامركزية. قد يقول بعض الكريم ما الفائدة من التذكير بالمواد ونحن نتكلم عن انتخابات؟ يجب أن نفهم أن المؤسس والمشرع للقانون العضو للانتخابات أسس من خلال هذا الدستور لا يمكن تجاوزه سلطة الشعب والشفافية والمساواة واللامركزية وما شابه ذلك. كيف تظهر؟ يجب أن تظهر في القانون العضو للانتخابات وأن تمارس السلطة مهامها بكل شفافية واستقلالية. هي سلطة مستقلة للانتخابات، بمعنى كل ما يتعلق بالانتخاب هي المعنية به، سواء التحضير، التنظيم، القرعة، الإعلان. إذن هذه السلطة، هذه الاستقلالية الإدارية وهذه الاستقلالية المالية وهذه الشخصية لهذه السلطة، لأنها تستطيع تسخير وإختار كل الوسائل. هل في مركز عبد اللطيف رحال أن نجد التلفزيون؟ أقول نعم. الإذاعة؟ أقول نعم. الوسائل الأخرى؟ أقول نعم. مدراء الحملة الانتخابية أقول نعم. قد يقول بعض من طلب منهم الحضور، لأن السلطة تمارس في مهامها وفق منطق على أنها تحيد الإدارة وتسخرها في آن واحد لضمان الشفافية. كيف ذلك؟ فالموافق العام سواء مرئي أو مسموع أو كل ما تعلق بالسلطات الأخرى يجب أن تكون مسخرة لخدمة الخدمة، تقديم خدمة عمومية جيدة، لأننا نتكلم عن تغطية إعلامية 48 ساعة التسجيل. قد يقول بعد لماذا؟ لأن هنالك حجم ساعي يجب أن يستهلك، حجم
ساعي يجب أن يستهلك على قدر المساواة بطريقة تقنية ويستهلك من قبل المترشحين الثلاث يمرون كل يوم في فترة حملة انتخابية بتدخلات بإعداد جيد، لأنني عندما أقوم بالإعداد والتنظيم لتدخلي من خلال وسيلة ثقيلة كالتلفزيون يعني أن أقوم بإعداد وتنظيم وأعمل على إيصال ما يمكن إيصاله في 6 دقائق من أفكار وتصورات. ولذلك يجب أن نفهم على أن المنطق الآن لا يخرج من إطار على أن سواء الدستور أو القانون العضوي للانتخابات أو المنظومة القوانين المتعلقة بالانتخابات أو آلية تنظيم الانتخابات وهي السلطة كلها هي نوع من الضمانات لماذا مبدأ تكريس المساواة بين المترشحين. ولذلك يجب أن نفكر أن نقوم بتسخير كل ما يمكن تسخيره ورصده والتدقيق فيه والتذكير به ورصد كل الوسائل وإعطاء كل الفرص للمترشحين الثلاث من خلال من يمثلهم أو عن طريق تدخلهم المباشر. نعم. كل ذلك يكون وفق تقديم خدمة جيدة، خدمة ما فيها ترشيد. ولذلك التغطية الإعلامية وحضور كل هؤلاء المعنيون الذين يمثلون السلطات العمومية ويمثلون الإدارات العمومية هو أمر مهم جدا. بروفيسور عبد اللطيف، تتحدثون عندها في هذه النقطة وهي أيضا مهمة جدا، نتحدث على هذه الفترات، كنا نتحدث بأنها هي 3 فترات وكل فترة فيها 18 دقيقة مقسمة إلى 3 وحدات من 6 دقائق. بنظرة التلفزيون والإذاعة والإعلام 18 دقيقة كل 3 فترات هي فترة مهمة جدا من أجل إيصال هذه المعلومات. أي نعم، على الإذاعة والتلفزيون الجزائري توفير كل الوسائل التقنية واللوجستيكية وتسهيل بث وتسجيل هذه المقاطع وهذه الفترات بالنسبة للتعبير على كم كنا نتحدث بموضوعية وبمساواة وغير ذلك. لكن بنقطة أخرى أيضا، ما الذي يتوجب بالمقابل على المترشحين من خلال هذه الفترات؟ الرسائل التي يجب أن تكون، الخطاب الذي يجب أن يمرر من خلال كل هذه الفترات، خاصة بأنها هي فرصة، يعني تعتبر فرصة من ذهب من أجل تمرير الرسائل وإقناع الناخبين باختيار المترشح. فعلا سؤال مهم جدا، ما هي الضوابط القانونية والأخلاقية لحتى يكون هناك تعبير مباشر وماذا مفهوم من الجميع؟ هنالك ماذا أن نتجنب خطاب الكراهية والرجوع إلى المادة 75 من القانون العضوي للانتخابات، ألا نستعمل اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، المادة 76 من القانون العضوي للانتخابات، أن نذكر بماذا إذا كنا نتكلم في فترة سابقة وعبر المنبر التلفزة الوطنية عن مدى الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح من شروط إدارية وقانونية واستمارات، يجب أن نحدد الضوابط كذلك في نوعية الخطاب الذي يقدم للمستمع الكريم والمشاهد الكريم، لأن هنالك 20 مدى حد أو شرط في نوعية الخطاب، لا للخطاب الكراهية، لا استعمال اللغات الأجنبية، لا لبث الفرقة، التذكير بالثوابت الأمة من دين وعروبة وأمازيغية، من الوحدة الترابية بين الخطوط الحمراء للدولة الجزائرية. هذا ليس برنامج، هذه ضوابط أمة وليس برنامج لمترشح، لذلك يجب أن يستدنى التطرق إليها من قبل المترشحين. من غير المعقول أن نطلب من المترشح أن يبث رأيه في توابت الأمة، وهذا أمر مستثنى. ولذلك يجب أن نفهم إذا ما حددنا 20 شرط في الحملة الانتخابية، لا لخطاب الكراهية، لا للعنصرية، لا للطائفية، لا للجهوية، الحفاظ على الوحدة الترابية، لا استعمال اللغات الأجنبية، الوحدة الوطنية، كلها مدى خطوط حمراء في هذا الخطاب. الدولة توفر مدى الإمكانات، الدولة السلطة تسخر كل ما يمكن تسخيره، وهذا هو دورها ووظيفتها في عملية التنظيم للانتخاب، لأن السلطة الآن تسخر الإدارة العمومية والسلطات العمومية وما يمكن أن يساعد على التسويق الجيد للبرنامج، ولكن وفق ضوابط. من غير المعقول أن نجعل من الخطاب فيه يبث الكراهية
الكراهية والعنصرية والجهوية، وهذا غير معقول. إذن مقابل الدولة والسلطة توفر وفق مرفق عام، وفق مبدأ خدمة عمومية، مدى شروط لإنجاح الحملة الانتخابية من وسائل تقنية، من إعداد وتنظيم وتجهيز وتغطية لحجم سعي يستهلك قبل 48 ساعة من كل تدخل، حتى نضمن ماذا؟ أن يكون مفهوم ولا يكون فيه انقطاع، لأن فيه إشكالية إذا يمكن أن يحدث ويحدث في المباشر. ولذلك عندما نضمن إنتاج جيد وتقديم خطاب جيد يمكن تمريره وفق ضوابط. هذا بالمقابل ما هو مطلوب من المترشح، ما هو مطلوب من الذي يمثل المترشح، أن يلتزم بإخلاقيات الحياة السياسية. نعم. أخلقت الحياة السياسية الآن ليس شعار مرتبط بالإعلام، أخلقت العمل السياسي هو مبدأ دستوري. كرسناه في إبعاد المال الفاسد، كرسناه في مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، كرسناه في مبدأ إدخال الشباب، كرسنا من غير المعقول أن نصل إلى مرحلة الخطاب والحملة الانتخابية ونكرس اللا أخلاق السياسة. ولذلك قلت وعيد، نوفر وسائل تقنية، نوفر تغطية وحجم ساعي للحملة الانتخابية، نوفر خطاب جيد، نوفر صورة جيدة، صوت مسموع مفهوم للجميع. بالمقابل ما هو مطلوب من المترشح؟ أن يلتزم بالتعهد الذي أمضى عليه المترشح، والذي لا يخرج عن 20 التزام، وشعاره الأكبر في هذا الالتزام هي توابت الأمة. لا يمكن تجاوز خطوط الحمراء وتوابت الأمة، ولا يمكن الترويج لخطاب الفرقة وما شابه ذلك. نعم. إذن مقابل، وهذا هو المنطق. نريد مبدأ المساواة، نريد مبدأ الشفافية في كل شيء. بالمقابل عندما نوفر خدمة نوفرها بطريقة على أنني وفرت الخدمة، وفرت الاستوديو، وفرت أين تسجل، وهذا أمر قانوني ومن حق المترشح، لأن الخدمة العمومية تضمن المساواة لكل الجزائري. بالمقابل أنك لا تستطيع ترويج لأي خطاب، من غير المعقول ترويج لخطاب الكراهية والعنصرية والجهوية. نعم. ولذلك السلطة هي المسؤولة عن ذلك الآن. نعم، وضحت الصورة هنا أستاذ بروبي، شكرا لك. أتحول إليك أستاذ أحمد تخنيسة. بروفيسور بروبي يتحدث على هذه النقطة المتعلقة بالمقابل. الأكيد بأن للمترشحين الثلاث حق التعبير المباشر والحر بكل موضوعية وبكل إنصاف وشفافية، نقطة واضحة جدا. لكن بالمقابل أيضا هذا الخطاب هي تعتبر كما تحدثت مع أستاذ بروبي بأنها فرصة من ذهب، حتى ليس فقط الاعتماد على هذه الضوابط في الخطاب الذي تحدث عنها الآن بروفيسور بروبي، لكن إلى جانب ذلك تمرير الرسائل، تمرير أيضا أهم الأفكار التي يحملها البرنامج الانتخابي من خلال هذا الفضاء للتعبير المباشر. أستاذ، طبعا النص القانوني يتكلم عن الضوابط بالنسبة للمترشحين، وهي تأتت في جزء من تعهداتهم التي كانت جزءا من ملفهم الذي قبل أمام المحكمة، يعني أمام مجلس السلطة المستقلة، وبشكل نهائي أمام محكمة دستورية. هذا تعهد، كل الضوابط القانونية وضع موانع وضوابط للمترشحين، وهناك ضوابط للإعلام. لما نتكلم موضوعية في التغطية الإعلامية، الإنصاف في التغطية الإعلامية بشكل عام، لأنه قضية التعبير المباشر تقريبا شيء مكتسب الآن. فقط اليوم نعيش القرعة التي هي من باب الشفافية وإظهار وتطبيق تلك المعايير الموجودة اللي حددها خاصة القرار يعني 36. هذا شيء المتعلق ب الضوابط. لأنه الحملة الانتخابية بالذات باب الدعاية الانتخابية، باب الحماسة، قد تؤدي إلى خطاب شعبوي فيه مبالغة، فيه تطرف. بالتالي اليوم رانا في الجزائر في مكتسبات، ما ننساوش عشنا فترات تاريخ، عشنا هذه الأشياء لم تأتي هكذا من سماء، هذه نتيجة ممارسة للتجربة التي عشنا في فترة معينة في التاريخ الجزائري. بعض لم يعيشها، كيف كان هناك خطاب كراهية والتمييز والتفريقة
وخطير لأنه فيه مبالغات، فيه تطرف، فيه حماسة، لأنه الحملة الانتخابية بالذات فيه منافسة، ومنافسة جدية مهما يكون. لحد الآن ما نسجل بين قوسين نسجل أنه خطاب المترشحين الثلاث كلهم في الحقيقة خطاب فيه نوع من الإجماع على كل هذه الأشياء، أصبحت مكتسبات، هي ضوابط قانونية، ولكن الجميع يتمثلها يستوعبها. شيء طبيعي أنه لما قد يسخن الحملة الانتخابية لا شك أن البعض لما يعرض برنامجه، لأنه كل هذه الضوابط اللي تسمح لنا بإظهار البرامج أيضا. وفي إطار هذه أخلقت الحياة السياسية أستاذ أحمد خنيسة من خلال ميثاق الممارسة السياسية والذي وقع عليه أيضا المترشحين أستاذ. نعم وهذا مكتسب، لأنه هذه الضوابط التي ضبطها والقانون، ولما نقول القانون معناها خروج عنها عندها عقوبات، مش قاية فقط القانون، والإذن الالتزام اللي التزموه أكثر من القانون، يعني هو التزام أخلاقي، نلتزم بالابتعاد عن الخطاب الكراهية والتمييز، لا شك في ذلك، لأنه هذا مكتسب هذا. وحتى قانون العضوي بالنسبة للانتخابات، عفوا أستاذ أحمد، يعاقب على هذه الجرائم الانتخابية طبعا، في فصل أو باب أظن مخصص للجرائم الانتخابية. نعم، لازم نذكره أنه لما البعض يقرأ باب الجرائم سيفاجئ، لأنه عادة لما نتكلم احنا ما نتكلمناش على الجرائم، لأنه هناك تكلمنا على التمويل الفاسد، حتى قانون مكافحة الفساد به، والقانون الجديد يزيد يعمق، وتقريبا كل المسار الانتخابي من اليوم لآخر الأخ فيه عقوبات شديدة، اللي هي حرمان من الحريات، وفيها سجن فيه سنة وست شهور وحتى 10 سنوات في كل المسار، بينها قضية الخروج على والذهاب إلى خطاب الكراهية. خطاب الكراهية لازم نذكر أنه هناك قانون متعلق بمحاربة خطاب الكراهية والتمييز، وبالتالي الأمور جدة. طبعا هذا الضوابط القانونية الشديدة وتطبيقها، خاصة تم تطبيقها، هذا الذي يجعلها مصداقية. وإن كان لماذا؟ لأنه الآن لما قلت لي الميثاق الأخلاقي، هذا التزام التزام من المترشحين، وقد سبق لهم في انتخابات سابقة، ويعني وقعوا عليه وزادوا أكدوا عليه، بمعنى هذاك الالتزام، لأنه هذا رقي ومستوى ومكتسب بالنسبة لنا حضاري في الثقافة الديمقراطية. هذه الأشياء وصلنا لها، ولكن ما جاتش هكذا، جاءت نتيجة تراكم التجربة بإيجابيتها وسلبيتها. وصلنا اليوم أنه المترشحين يلتزمون لحد الآن، حتى قبل الحملة الجامعية، حسب خطابه هناك إجماع على هذه المكتسبات، هي في حد ذاتها مكتسبات، مجرد أن نقولوا ضوابط وفيها عقوبات، ولكن لما نقولوا هناك التزام أخلاقي الميثاق، هذا معناها أن تجاوزنا المرحلة أنني نخضع لأني خاضع للعقوبة، أنا أخضع لأنه أخلاقي وسمو الأخلاق، وأننا ذاهبون لخدمة الجزائر للصالح العام للصالح الوطني، ليست ما عدناش الوقت للذهاب إلى هذه المهاترات. لماذا؟ لأنه ما ننساش الحمل الانتخابي مهما يكون في العالم، وهذه الحياة فيها النزاع وفيها الصراع، وقد يضطر الإنسان إلى قول كلمة جارحة أو المس في شخص أو في حياته، أو وهذه يحدث في الواقع. الحقيقة لا يمكن نقوله في الأمور العامة، ولكن عبر المواقع فيه المساس بالأشخاص، مساس بحياتهم الخاصة، وتشويه الصورة دي موجودة، والقانون يتابع ويعاقب على كل هذه الجرائم. ولهذا الأشياء كلها رانا في مكتسبات، الآن رانا في مرحلة باش ندخلوا المستوى صفر، هذا هو، لأنه ما لازم ندخل الحملة إلا أننا منزهين على هذه النقائص. طبعا هذه موجهة خاصة للإعلامي اليوم، الموضوعية، النزاهة في التغطية، عدم المساس طبعا هناك فاعلين آخرين غير الإعلامي وغير المترشح، هناك فاعلين آخرين قد يفسدون كما قال تعبير العرس الانتخابي، قد يفسدون الحملة، لأنه تقدر ندخلوا فيها اعتبارات أخرى ساذجة، والديماغوجيا قد تلعب دور كبير. لا نشك أنه في الخطاب المترشحين سيكون خطابا مترفعا، ولا سيكون مركزا على ما هو صالح عام. طبعا تبقى المنافسة في مصداقية الالتزامات، في طموحها، في
تمثل المترشح لها في مصداقيته. بالتالي هذه كلها كأننا نبني في الشروط الموضوعية التقنية الإعلامية التمويلية كلها للذهاب إلى حملة نظيفة نزيهة ستكون فيها ممكن حتى المتعة الفكرية، المواطن يسمع بأريحية بدون شوشة، لأنه لا يمكن تشويش على المترشحين في عرض أفكارهم ومترشح، لأنه هذا هو بمعنى نكون كل الضوابط الشديدة. لماذا؟ لنذهب إلى الأهم، إلى البرنامج، إلى أن الناس تستمع بتمعن بوقت كافي باقتناع. لماذا كان فترة الصمت؟ نعم. لأن المواطن في يعني مع نفسه ويقرر في معرفة بلا شيء اون كونيسونس دو كوز، أنا على باله يعلم على من يصوت على البرنامج بتفاصيله. وهذه هي انه هذه الابتعاد الإعلام على الديماغوجية والدعاية، ينقلوا دعاية انتخابية او إعلام انتخابي لإقناع، لأن الديماغوجية انه كيف ان نقنع البعض بأفكار في إطار من التشويش والضغط النفسي والدعاية. بالتالي هذه كل شروط توفير الجو النفسي الإعلامي لتوفير الجو النفسي والإعلامي. أستاذ أخت خنيسة، قبل قليل تم عرض هذه الصور التي أتتنا من المركز الدولي للمؤتمرات للوسائل التقنية التي وضعها واللوجستيكية والبشرية التي وضعها تلفزيون الجزائري. أتمنى لزميل المخرج أن يعيد لنا هذه الصور حتى نرافقها الآن مباشرة. كما ترى أستاذ أحمد خنيسة، هذا الأستوديو المخصص بالنسبة للمترشحين الثلاث وممثليهم للتعبير المباشر. نرى الوسائل التقنية العالية، التكنولوجيا العالية، نرى أيضا وسائل أيضا للتركيب. هنا المترشح أو الممثل المترشح يمكن له أن يركب المقطع الذي يبث في الفترة التي يتم تحديدها مباشرة مع تقني التلفزيون الجزائري. الزملاء التقنيين حاضرون وأيضا جاهزون لمواكبة هذا الحدث والتغطية الإعلامية للتعبير المباشر لرئاسية 7 سبتمبر. نرى أيضا الوسائل التقنية الرقمية التي يوفرها التلفزيون الجزائري لمرافقة هذا الحدث. أستاذ أحمد، ما تعليقكم؟ نعم، تعليقي أولا في نفس الشروط التقنية، ها عالمين جزائريين في نفس الشروط، لا يوجد تفاضل، نفس الاستوديو، نفس الاستوديو، لا يوجد تفاضل بين المترشحين، نفس المقاطع، نفس التوقيت، نفس الشيء. وهذا أولا الشيء الأول، المكتسب الأول، هذا يخلق هذيك الروح وهذاك الإجماع بغض النظر على برامج المترشحين. هذيك الروح الوطنية، ذيك المساواة، ذيك عدم التمييز، هو نفسه بناء للوطن، هو نفسه بناء لوعي وطني. يبقى فقط أننا نختار فارس من الفرسان، لا شك في نزاهتهم، لا شك في مصداقيتهم. الآن يبقى من أكثر فعالية، من أكثر إقناعا، من أكثر فعالية. ده المواطن هو الحر والذي يذهب إلى الصندوق حر، ولكن الشروط نتاع الخدمة العمومية اللي هذا يعني شرف طبعا الخدمة العمومية، المرفق العمومي التلفزيوني والإذاعي. وبالتالي هذه الأشياء اللي تطمئن المترشحين، تجعلهم مطمئنين من هذا الباب، عليهم فقط أن يركزوا عملهم على إقناع المواطن ببرامجهم، بأفكارهم، بالتزاماتهم. وهذا يعني كل هذه الشروط نذهب إلى أريحية المواطن، أريحية المترشح، أريحية الجميع، أنه نذهب إلى السباق في نزاهة، في شروط حسنة نفسية فكرية تقنية. نروح لنوع من العرس اللي فيه التنافس، فيه النزاهة، فيه الشفافية، وعلينا أن يكون النقاش جميل وطيب ولا شك في ذلك. البداية الأولى نشوف الجميع في نوع من الإجماع، لا يوجد تهجمات، قد توجد انتقادات وهذا شيء جيد، ما فيش تحاملات، ما شفتش تحامل، فيش تهجم على البعض. فيعني نوع من، والجميع حتى قبل الحملة يعني في عرض برامجهم، في بعض ممثليهم، هناك نوع من الشيء اللي يريح، أنه هناك إجماع وطني أنه يجب أن نذهب إلى ما هو أساسي، إلى بناء الوطن بهذا الإجماع مهما يكون. وهذيك صورة أنه الجميع في نفس الصورة، معنى هذيك هي المساواة، هذيك المواطنة، هذيك المواطنة هي المساواة في كل شيء، والديمقراطية المعنى الحقيقي للديمقراطية. نعم هذا المعنى الديمقراطي، لأننا رانا نبنوا، احنا رانا نبنوا في الديمقراطية، تبنيها نفسيا قناعة. لأنه البعض قد يقول
افكار كثيره، لانه امور بسيطه ولكن في نفس الوقت معقده. ما يهمنا هو البناء، البناء بالصوره بالصوت بالاقناع، باعطاء نوع ما نخرج على القنوط، الصوره السلبيه، نعطوا حتى صوره واضحه فيها ضوء، ما فيهاش، لازم تكون هكذا لازم. وبالتالي هذيك الشروط اللي قدمها التلفزيون والاذاعه، خاصه التلفزيون لانه عنده الصوره، الصوره تلعب دور، لازم نديروا صوره التفاؤل والضوء والجزائر هذه تاع الجزائر، لازم ما نصوروش انه الجزائر قويه فنحبها، نصوروا الجزائر بلادنا ضعيفه ونحبوها ونبنوها. ان شاء الله تكون هذه الشروط كلها لا شك انها متوفره ستتجسد، وممثلي كما قلت المترشحين قائمين على ذلك، يراقبون اي قد يكون خلل، قد يكون قصور، هذه الاشياء تحدث، وهذه اشياء رغم كل هذه الامكانيات، ولكن هذه هي طبيعه الحياه انه لضمان، وايضا في كل الوسائل ايضا من اجل توفير هذه الخدمه. نعم. العموميه بكل ما تحمله من معنى استاذ احمد تخينيسا. ايضا في عودتنا للحديث الى كل هذا المسار الانتخابي، لا باس ايضا ان نشير الى نقطه اظنها ايضا هي مهمه، لما كنا نتحدث على عنصر الموضوعيه والشفافيه، هذا العنصر اذا لاحظنا استاذ احمد وانتم استاذ القانون العام هو الذي يتكرر منذ بدايه مراجعه القوائم الانتخابيه الى غايه الإعلان عن النتائج النهائية بالنسبة للفائز بالرئاسيات من طرف المحكمة الدستورية. نرى متغير الشفافية والموضوعية يتكرر في كل المسار، وهو منظم في قانون الانتخابات وفي دستور أيضا 2020 أستاذ. نعم، يعني مبدأ الشفافية أصبح أشهر مبدأ في الجزائر. لا نتحدث عن الديمقراطية، نتحدث عن الشفافية. في الدستور في الجزائر مبدأ أصبح مبدأ الدستور الجزائري، مادة 9 مبدأ لا يوجد حتى في دستور أخرى، حتى الدستور أكثر تطور. مبدأ الشفافية في الجزائر مبدأ دستوري عام ونقوله مطلق. مبدأ تسير، مبدأ الشفافية تسير الشؤون العمومية، سواء في الجوانب المالية المتعلقة بالحياة الاقتصادية بالحياة السياسية، فهو مبدأ مطلق وتعززه كل المؤسسات، المؤسسات التي قامت، خاصة الشفافية التي نحن بصددها ما تعلق بشفافية التمويل العمومي. نعم. والتمويل الخاص للحملة الانتخابية اللي أعطيناها كل الضمانات المؤسساتية في إطار السلطة المستقلة للانتخابات، وهناك لجنة رقابة التمويل الحملة الانتخابية هي نفسها لجنة مستقلة بضمانات بتشكيلة قضائية محترفة ومحايدة، يعني مستقلة لضمان كل المنظومة تلك التي أدرجت في قانون يعني الأمر 2101، كل ما تعلق بضبط التمويل، تسقيف. نعم. تسقيف سواء المبلغ الحملة عموما 120 دينار، تسقيف العطاءات هذيك الهبات، يعني تسقيف إلى 600 ألف دينار فقط. الشفافية ما تعلق أنه لما تتجاوز 1000 دينار بد أن تمر على وسائل دفع معلومة، سواء بطاقة بنكية أو عن طريق تحويل، أو طبعا رغم أنه راح تخلق إكراهات، ولكن مقتضى الشفافية اقتضى ذلك. نعم. هناك بالنسبة للمترشحين، وهذه عن تجربة، هناك يعني لو تريزوري أمين مالي وحيد لحساب مالي وحيد. نعم. ويمر عبر، وانه هذا الامين المالي هو الوحيد المتصرف، يعني ياخذ تفويض من المترشح ولا يمكن ان يعطي التفويض لاي شخص حتى للمترشح. نعم. فهو يعني يقوم هذا لماذا؟ لاعطاء الضبط الشديد لقضيه لما قلت لي الشفافيه، الشفافيه بدات في التسجيل في القوائم الانتخابيه، في قضيه ضبط الحملة الانتخابية، في الشفافية في منح الفضاء العمومي الإعلامي وخاصة السمعي البصري بحكم تأثيره الشديد أكثر من الأدوات الأخرى، الشفافية في عملية التأطير لازم تجيب التأطير، مراكز المكاتب ومراكز التصويت التي تأطيرها نفسه يخضع لضوابط. نعم. أنه مديري مراكز رؤساء المكاتب ومراكز
فيهم شروط. نعم. شروط ألا يكون لهم صلة بالمترشح بالأحزاب التي تدعمه، يعني أنه يكونوا قرارات وتلك القرارات قابلة للطعن فيها. نعم. بجميع الوسائل الإدارية والقضائية لضمان حياد التأطير المهم للعملية الانتخابية، ثم شفافية عملية يوم الانتخاب. والفرز كله يتم في عملية مضبوطة قانونيا، حتى عملية الفرز وحتى ترتيب المكتب كيف هو يستطيع أي مواطن أن يراقب، وجميع المترشحين بممثلين يستطيعوا الرقابة جميع المراحل بما فيها الفرز، بما فيها إبداء ملاحظات في الفرز في المحاضر. فعملية من أولها إلى آخرها موسومة بطابع هذه الشفافية المطلقة. لماذا؟ هذا جاء نتيجة لمسارات سابقة قبل 2019 اللي عشنا فيها، مسارات التي كانت فيها النتائج والأشياء كثيرة يتم المساس بها ومس بنزاهتها، وبالتالي هذا هو الضرورة المطلقة اللي جعلتنا يجب تأمين العملية الانتخابية، إعطائها المصداقية، لأنها هذه العملية تنبثق منها المؤسسات السيادية للدولة، يعني تنبثق منها الدولة، لأن يعني الدولة في مرحلة يتجسد في رئيس الجمهورية. نعم. هذه هي الدولة، ما كاينش دولة هكذا هلام أو خرافة، هي أشخاص ممثلين لهم الشرعية، لهم أن ممارسوا السيادة باسم الشعب فينقلها لهم، وبالتالي هذه العملية ليست عملية عادية، ليست عملية تجارية، ليست عملية بسيطة، ليست مجرد أفكار، هذا يتعلق بمصير الجزائر، بالتالي مصير الأمم كما كل الدول. بالتالي في الحقيقة قانون انتخابات الجزائر في هذا الجانب نقدر نقوله هو في الأكثر تشددا، الأكثر قوة ضبطا. يعني هذه التفاصيل لما نوصل حتى تفصيل المكتب التصويت وحتى الفرز الذي يكون بطريقة تسمح للجميع أن يراقب بالعين المجردة بالحضور لعملية الفرز، بأن تعلن النتائج في لحظة، أن العد يكون عمومي يعني شفاف. نعم. أمام الجميع، حضور القضاة أيضا الذي هو يكون يصوت الأشياء تسلم في لحظتها. بتدي وأيضا القضاء، نقطة القضاء والقضاة الحاضرين بالمكاتب ومراكز التصويت من أجل الإشراف على أيضا الشفافية ورقابة هذه النتائج. نعم. اللجان الولائية. نعم. اللجان الولائية هي اللي تركز النتائج، طبعا المكونة من قضاة. نعم. الذين يملكون الاستقلالية والحرفية، لأنه مهما يكون الجوانب الانتخابية هي عملية معقدة ومعقدة في نفس الوقت، بالتالي الأخطاء ودقيقة. نعم. بالتالي الأخطاء هناك طبعا عندنا المهن أعطاها القانون للطعن مثلا في الفرز، طعن في النتائج أمام المحكمة الدستورية، هناك مجموعة ضمانات مضبوطة بشدة وتسمح بجميع الفاعلين خاصة المترشحين الممثلين للدفاع عن مترشحين والدفاع عن الصوت المواطن الذي منحه لمترشح معين أن يدافع عليه، وهذه القوة وهذه المصداقية. وبالتالي كل الضمانات القانونية تقتضي طبعا هيئات مجندة خاصة القضاء، السلطة المستقلة اللي تشرب بشكل تقريبا كامل، السلطات الأخرى حولها تتحلق حولها لمساعدتها. بالتالي العملية وين تبدو هكذا بسيطة هي معقدة، فيها المتدخلين كثر، وإن كان بعنوان واحد، لأن السلطة المستقلة الانتخابات هي التي تشرف إشرافا كاملا على العملية بالتعاون مع الإدارة الأخرى من الناحية اللوجستيكية ومع القضاء الذي يعطيها المعونة، لأنه مازال تكلمناش أنه الاختراقات اللي تكون في الحملة الانتخابية ممكن سابقة لأولها، أنه يمكن طبعا السلطة أن تصدر قرارات تنفيذية، السلطة الإدارية المستقلة راها سلطة إدارية، يعني تصدر القرار. نعم. ويمكن أن يكون تنفيذيا، ويمكن أن تستعين حتى بالقوة العمومية لتطبيق بعض قراراتها كما الإدارة العمومية تملك امتيازات السلطة العامة. بالتالي هذا لماذا؟ يعطيها في نفس الوقت استقلالية وفي نفس الوقت يعطيها القوة التنفيذية. نعم أستاذ أحمد، أتحول إلى أستاذ عبد اللطيف بروبي من محطة قسنطينة، ونحن نتحدث على كل هذه الضوابط أيضا التي تنظم العملية الاقتراع والانتخاب بالنسبة ل 7 سبتمبر، فإلى جانب أيضا فضلا عن الوسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة أستاذ
أستاذ عبد اللطيف بروبي، فإن السلطة أيضا قد أصدرت قرار آخر حول كيفية تغطية المترشحين من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وعبر شبكة التواصل الاجتماعي. هنا القرارين مختلفين للتعبير المباشر والمتعلق بوسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية للتلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، وأيضا بالنسبة لهذا القرار الآخر المتعلق بتنظيم العمل والتغطية الإعلامية بالنسبة للصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي، ما هي النقاط التي يجب أن تتوجب من خلال هذه التغطية في هذه الوسائل الأخرى أستاذ بروبي؟ طيب، لنتفق على أن القانون في حد ذاته جاء تنظيمي وليس رضعي. عندما نقوم بتفسير القانون الآن وكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقانون المتعلق بالانتخابات، جاء للتنظيم وليس للرضع. وهذا لا يعني أن نستثني الرضع، بمعنى إن كانت هناك مخالفات يكون الرضع. المبدأ في القانون هو التنظيم، يجب أن نفهم ذلك. الوسائل تختلف لكن التعهدات هو تعهد واحد. عندما نقول على أن التعهد واحد، عندما تعهد المترشح في الانتخابات الرئاسية وقام بإمضاء التعهد وفق مدى مبادئ عامة، تلك المبادئ سواء كانت تلفزة وطنية أو إذاعة وطنية أو الصحف أو ما تعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن نفهم على أن التعهد هو واحد مهما اختلفت الوسائل. بمعنى على أن المترشح عندما تعهد، قلت وأعيد على أنه تعهد بعشرين التزام. في الشعار الأول نوعية الخطاب والوحدة الوطنية والوحدة الترابية والنبذة الجهوية والنبذة الكراهية والحفاظ على السلامة الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية، كلها التزامات لا تخرج لا تهمنا الوسيلة، لأن قلت على أن القانون ينظم في مستوى أول ثم يكون الرضع. بمعنى على أنه مهما اختلفت الوسائل سواء كانت التواصل الاجتماعي أو صحف مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، الهدف هو واحد. تختلف الوسائل ولكن الإجراء هو واحد، لأن هنالك مبدأ أسمى فيما يكمن. نريد أن نحافظ على مبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى المساواة في المعاونة، equal manner، بمعنى أن تكون هناك نفس الطريقة بنفس الكيفية على الجميع. ولذلك عندما نتكلم عن الوسائل الثقيلة كما هو الحال بالنسبة للتلفزيون والإذاعة والتي فيها أكثر استقطاب للمشاهد والمستمع، وكأننا نريد أن نستثني الوسائل الأخرى، أقول لا، يجب أن نفهم على أن التعهد جاء مرتبط بمرحلة تسبقه على إبعاد المال الفاسد وأخلقت العمل السياسي كمواد دستورية. الآن القانون العضوي للانتخابات يؤسس في قانونيته وفق مواد الدستور، ولا يمكن أن نتصور على أنني عندما أستعمل وسيلة دون أخرى أن أغير المسار، بمعنى أو أستعمل الخطاب في التلفزيون والإذاعة وأستعمل الخطاب في آخر في وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه يمكن أن تكون اختراقات وتجاوزات، لأنه قد نستطيع ضبط ماذا كيفية تسجيل التدخل وكيفية الخطاب الذي يمرر في وسيلة ثقيلة أو وسيلة عمومية، وفي في مدى تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن ضبطها، قد يكون هناك ترويج لمترشح عبر منصات أخرى ووسائل أخرى. ولذلك قلت وأعيد، الأصل في الشيء على أن القانون جاء للتنظيم وليس للردع، ولكن الردع موجود. الحملة الانتخابية محددة ولها ضوابط، فترة محددة، لغة محددة، خطاب محدد. نعم أستاذ، عفوا أستاذ عبد اللطيف، نتحول الآن مباشرة إلى المركز الدولي للمؤتمرات. عبد اللطيف، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الدكتور محمد شرفي، السيدة والسادة ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية، السيدة والسادة أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإطاراتها، الضيوف الكرام كل باسمه وبصفته، الأسرة الإعلامية، أهلا وسهلا ومرحبا.
مباشرة أدعو السيدة كريمة عليق رئيسة اللجنة التقنية لشرح عملية القرعة، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، نرحب بكم اليوم جميعا في هذا اللقاء الخاص بعملية توزيع الحيز الزمني للمترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية بعنوان التعبير المباشر. هذه العملية عملية توزيع الوحدات في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية بعنوان التعبير المباشر. قبل الشروع في هذه العملية سنقوم بشرح تفصيلي لآليات هذه القرعة مع توضيح الخطوات اللازمة التي اعتمدناها طبعا. نبدأ بقائمة المترشحين. لدينا 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة التي ستقام يوم 7 سبتمبر 2024. المترشحين هم على التوالي: المترشح الأول أوشيش يوسف، المترشح الثاني تبون عبد المجيد، والمترشح الثالث حسن شريف عبد العالي. مدة الحملة الانتخابية هي 20 يوم، تبدأ يوم الخميس 15 أوت 2024 وتختتم يوم 3 سبتمبر 2024. لدينا بعض المصطلحات التي سنستعملها في هذه العملية وهي كالتالي، يجدر علينا شرحها. المصطلح الأول هو الحيز الزمني. الحيز الزمني نقصد به الوقت المخصص لتعبير المباشر للمترشحين خلال مدة الحملة الانتخابية. المصطلح الثاني هو الفترة. الفترة هي المدة الزمنية المخصصة لبث تدخل المترشحين في الحملة الانتخابية في وسائل السمعية البصرية طبعا. المصطلح الثالث هو الوحدة. الوحدة نقصد بها مدة التعبير المباشر في كل تدخل، ومحددة ب6 دقائق لكل وحدة. كما قلنا، هذه العملية نقصد بها توزيع الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية العمومية لحساب الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024. المؤسسات السمعية البصرية العمومية تتمثل في الإذاعة الجزائرية والتلفزيون الجزائري. خصصت الإذاعة الجزائرية بمناسبة تدخل المترشحين في القنوات الإذاعية 4 قنوات: القناة الأولى، القناة الثانية الناطقة بالأمازيغية، القناة الثالثة، وقناة جيل فام قناة الشباب. هذا الجدول يوضح لنا عدد وحدات التي سيتم توزيعها على المترشحين في القنوات الأربعة. عددها 720 وحدة في القنوات الإذاعية. القنوات 4، لكل قناة 3 فترات، ولكل فترة 3 وحدات، مدة أيام الحملة 20 يوما. إذن هذه الوحدات سيستفيد منها المترشحين طيلة الحملة الانتخابية التي مدتها 20 يوما. الجدول الظاهر أمامنا الآن هو يمثل عدد الوحدات التي سيستفيد منها المترشحين 3 خلال الحملة الانتخابية في كل قناة، أي أن كل قناة لديها 180 وحدة، حسبت على الشكل التالي: 3 وحدات
ثلاث وحدات في ثلاث فترات في اليوم في 20 يوم. ثلاث وحدات هي بالنسبة للمرشحين الثلاث، تضرب ثلاث وحدات في ثلاث فترات في 20 يوم تعطينا 880 وحدة لكل قناة. 180 وحدة هذه تقسم بالتساوي طبقا لأحكام المادة 77 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، تنظيم الانتخابات. توزع 180 وحدة على 3 مترشحين، يستفيد بذلك كل مترشح في كل قناة ب60 وحدة. الآن بالنسبة للتلفزيون الجزائري، التلفزيون الجزائري كذلك خصص لنا 4 قنوات لبث تدخل المترشحين في الحملة الانتخابية. القنوات الأربعة هي القناة الأرضية قناة الأولى، قناة الجزائر القناة الثانية، قناة الإخبارية القناة الثالثة، والقناة الأمازيغية قناة الرابعة. نشير هنا فقط أن التلفزيون الجزائري سيعيد بث فترات تدخل المترشحين التي ستسجل في القناة الأولى في القناة الشبابية، والفترات التي ستسجل في القناة الإخبارية في القناة البرلمانية، إعادة بث للقناتين. هذا الجدول يبين لنا أن في القنوات الأربعة هناك 720 وحدة لكل مترشحين، عدد الفترات 3، عدد الوحدات 3 في كل فترة، وهذا طيلة الأيام 20 للحملة الانتخابية. هنا يتبين لنا عدد الوحدات للمترشحين في كل قناة، أي أن كل قناة لديها 180 وحدة تقسم على 3 مترشحين وهي 60 وحدة. إذن إجمالي الوحدات هو 180 وحدة في القناة الواحدة لكل قناة من ما إجمالي عدد الوحدات لكل مترشح، لكل مترشح من المترشحين الثلاث سيستفيد من 60 وحدة في كل قناة، قناة 4 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزيونية. 60 وحدة يعادلها بالحجم الساعي 6 ساعات طيلة الحملة الانتخابية. 60 وحدة في كل قناة بمجموع 8 قنوات تعطينا 84 وحدة لكل القنوات. 60 وحدة لمترشح واحد في 8، 84 وحدة، مما يعادلها بالساعة 48 ساعة طيلة الحملة الانتخابية. الحجم الساعي للوحدات في القنوات الإذاعية هي القنوات الأربعة 88 وحدة للقناة الواحدة، 18 ساعة لكل قناة، القناة الأولى، القناة الثانية، القناة الثالثة، قناة جيلافام. إجمالي الوحدات هي 720 وحدة، ما يعادلها بالساعات 72 ساعة للقنوات الأربعة الإذاعية. نفس الشيء بالنسبة للتلفزيون الجزائري، 4 قنوات، الأولى، القناة الأولى، قناة الجزائر، القناة الإخبارية، القناة الأمازيغية، 720 وحدة للقنوات الأربعة يعادلها بالساعة 72 ساعة. الحجم الساعي الإجمالي الآن للوحدات إجمالية هي 144 ساعة، أي ما يعادل 1440 وحدة. سيستفيد المترشحين الثلاثة في القنوات الإذاعية والتلفزيونية ب 1440 وحدة طيلة 20 يوم، وذلك لحساب الحملة الانتخابية. نعم، هذه جداول فترات البث للقنوات الإذاعية. لدينا 3 فترات للإشارة فقط أن عدد القنوات والفترات تم
تحديدها بالتنسيق مع مسؤولين المؤسسات، المؤسسة الإذاعية والمؤسسة التلفزية. لدينا القناة الأولى في الفترة الأولى تبدأ 6:30 صباحا وتنتهي في 6:48. القناة الثانية نفس التوقيت. القناة الثالثة في 6:30 صباحا إلى 6:48 نفس الشيء. لقناة جيل فام 6:30 صباحا إلى 6:48. إذا مشاهدينا الكرام، هذا كان ربط مباشر من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال لعملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية تحسبا للانتخابات الرئاسية لسابع سبتمبر، وبعنوان التعبير المباشر. كنا نتابع أستاذ أحمد إدخينيسا هذه الفعاليات التي انطلقت من المركز الدولي للمؤتمرات وتوزيع هذه الحصص بالنسبة لهذه الحيز الزمني المخصص للإذاعة بالإذاعة الوطنية وأيضا بالتلفزيون الجزائري. الشيء الذي يلفت الانتباه هو الحجم الساعي المعتبر بالدرجة الأولى، تقريبا 720 وحدة مقسمة على 4 قنوات، 180 وحدة لكل قناة بالإذاعة، ونفس الشيء بالنسبة للتلفزيون الجزائري. ما هو الشيء وأيضا المساواة بين كل المترشحين للاستفادة بهذه الحصص للتعبير المباشر؟ طبعا التمرير الذي رأيناه، الشرح الذي طبعا تطبيقا لمبدأ المساواة في توزيع الحيز الزمني بشكل مطلق، وطبعا هذا أنتج لنا نوعا ما حيز نقول مهم جدا، سواء من حيث السير بالنسبة للقنوات أو من حيث بالنسبة للمترشحين، أنها تكون فرصة كافية لشرح، لأنه قد لا يكفي، ولكن بالنسبة للأساسيات يبدو حجما مهما، لا نقول كافيا أو غير كافي، هذا ليس مهمتنا، ولكن ما هو مهم أن هناك تطبيق لمبدأ المساواة بشكل مطلق وتوزيع. الآن القرعة فقط قضية التوزيع في الترتيب، من يأتي الأول أو الثاني والثالث، يعني وهذا فقط في ثلاث فترات، والتوزيع لا شك أنه لأنه في ضوابط في التوزيع كذلك، مش مطلق أنه سيكون لك فترة في الصباحية، لا شك، وفي الوسط اليوم، وفي آخر يعني المساء، يعني بداية المساء. تاني هناك هذه فيها مساواة، التوزيع فيها مساواة، فقط القرعة في الحقيقة تقريبا تبقى في قضية الترتيب المرور. إذا بقيناها بالتالي هذه قد تكون الأول في 6 دقائق الأولى، أو 6 دقائق الثانية، أو 6 دقائق الثالثة، اللي هي مجموعة 18 دقيقة. بالتالي التمرين الذي قامت به السيدة المديرة التقنية، يعني كيف تم العمل، وأنه بهذا كضمان لممثل المترشحين والصحافة في إطار من الشفافية المطلقة، الصحافة كلها حاضرة لمعاينة أيضا ممثلي المترشحين الثلاث الذين يتابعون كل هذه التفاصيل، وأيضا أعضاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحضور أيضا أعضاء المجلس والمدراء والمديران العامان للإذاعة الوطنية وللتلفزيون الجزائري. أستاذ طبعا وممثلي السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري، البصري التي تتم بالعملية بالتنسيق مع السلطة، طبعا حسب القانون. بالتالي هذا كله شفافية وضمان في إطار هذه المساواة، ما نقولوش الإنصاف لأنه هنا مساواة، فقط مساواة فيما يتعلق بالتعبير المباشر. يبقى القرعة هي تقريبا عملية تقنيا كذلك تكون فيها ضمانات أن القرعة كذلك ستكون نزيلة، لأنه في كل شيء لابد التفاصيل والتفصيل وكيف التطبيق ليطمئن الجميع، تم فيه عملية شفافة بحضور محضر قضائي، ما شفناش مازال العملية، وبالتالي هذه كلها ضمانات للجدية، للموضوعية، للاحترافية، في إطار من الشفافية، لتطبيق مبدأ المساواة في توزيع هذا الحيز المتساوي من الحجم، لهم نفس الحجم. نعم.
نفس الحجم. وأيضا نتوقف أيضا أستاذ الزمن. عند القنوات الإذاعية والتلفزيونية التي يتم بث فيها هذا التعبير المباشر. بالنسبة للإذاعة الوطنية تم تخصيص 4 قنوات، الأولى، الثانية الدولية وجيلافام. بالنسبة للتلفزيون الجزائري، القناة الأولى الوطنية، القناة الثانية قناة الجزائر، القناة الثالثة الإخبارية، والقناة الرابعة الأمازيغية، مع إعادة بث فترات بالقناة الشبابية والبرلمانية. هنا أستاذ نتوقف بالنسبة، سواء كان ذلك للإذاعة أو للتلفزيون، إلى تنوع الجمهور المستهدف، تغطية تقريبا كل الجمهور الجزائري بكل أطيافه، الذي يتابع قناة الجزائر الناطقة بالفرنسية كان الجيري، والذي يدافع والذي يتابع أيضا القناة الأمازيغية، والذي يتابع القناة الإخبارية، الكل له نصيب متابعة هذه الحيز الزمني بالنسبة للتعبير الحر. طبعا طبعا هذا هدف فيه اجتهاد في الحقيقة، هناك اجتهاد. نعم. لأنه الهدف أنه إخبارية بحكم تخصصها تعيد تكرارها تقريبا البرلمانية، طبعا في القناة الأرضية اللي نقدر نقوله بتعبير ساذج يعني هي الأصل، قناة الأم، القناة الأم، القناة الإخبارية هذا تخصصها، القناة الناطقة بالفرنسية قناة الجيري، لأنه هذه توزيع خاصة للجالية طبعا في الجزائر، وكذلك للجالية لأنها مدعوة هي كذلك للمشاركة. والقناة الأمازيغية طبعا الأمازيغية. بالنسبة لأنه لازم تغطية كل الناطقين باللغتين الوطنيتين يعني العربية والأمازيغية، هذه اجتهاد أقصى، وحتى يعني من حيث المتابعة ليش كأنه هذه القناة الأكثر متابعا في طيف الخدمة العمومية. نعم. في طيف الخدمة العمومية بتسمح لكل المواطنين وفي جميع المناطق بالتغطيات الموجودة، لأنهم كلهم عندهم تغطية وطنية في الحقيقة، كلهم عندهم تغطية وطنية، يتفاوتون في قضية المتابعة، شيء منطقي لأنه عندناش كانت دراسة معنا، ولكن لا شك أنه حسب الدراسة هناك متابعة كبيرة، ولا شك لأنه هذه قضية رسمية، نحن بقدر قنوات المرفق العام الخدمة العمومية، فهي مهمتها وليش كأن مواطن مهتم بالشأن العمومي والشأن متعلق بالانتخابات، ليش كأنه يجتهد في المتابعة، فإن فاتته في قناة قد إذا فاتته فترة يستطيع، بالتالي المهم تكون متابعة في توزيع زمني حسب القنوات. قنوات تقريبا عندها تغطية وطنية يعني من ناحية البث التلفزيوني والإذاعي، نفس الشيء بالنسبة للإذاعات في نفس المعايير التغطية، سواء القناة الأولى، الثانية بالأمازيغية، الثالثة بالفرنسية، والثالثة القناة الإخبارية، والثانية بالفرنسية. نعم. وبالنسبة للإذاعات جيل أفهم، نعم جيل أفهم، بحكم امتدادها الوطني، ماهيش البهجة، ماهيش بريدة، ماهيش تيبازا، بحكم أيضا الشباب هنا الشباب الأستاذ أيضا من بين الجمهور المستهدف، سواء كان بالقناة الإذاعية لجيلا فام أو بالنسبة للتلفزيون الجزائري بالنسبة للقناة الشبابية. نعم أيضاً. هذا خيار جيد. نعم. يعني لما قال يعني هذه الأربعة الأساسية، هناك قنوات اللي تعيد، بالتالي هذا يسمح بالتغطية، تكثيف التغطية الزمنية، وكذلك بالنسبة للمتابعات، لأنه البعض يفضل قناة على قناة بحسب اهتماماته وبحسب فئته، بالنسبة للشبابية نفس الشيء، بالنسبة للشيء أفهم اللي عادة عندها تغطية أكثر، لأنه هدايا يعني هذه هي الدراسة، بالتالي في طيف الخدمة العمومية محاولة للتغطية الأقصى زمنيا ومكانيا يعني جغرافيا وحسب الفئات وحسب الاهتمامات، بالتالي هذه التغطية اللي تسمح، وهذا عبء يقع على السلطة أنها حاولت طبعا بالتنسيق لا شك مع القنوات الإذاعية، قنوات التلفزيون التي تسمح لها بالتغطية، خاصة التغطية، لأنه هناك المجهود الداخلي اللي قام به التلفزيون والقنوات بتوفير كل هذه الشروط التقنية وهذه التقنية اللي موجودة، ولكن كذلك في البث، كذلك هناك هيئة أخرى اللي هي تيديا اللي لازم ثاني تلعب دور كبير، لأنه التغطية استمرار التغطية في كل وقت في كل مكان، هذا والتكثيف هو اللي يجعل أننا نستطيع إلى كمواطن أنني إن فاتتني ممكن حصة أو تابع في حصة أخرى أو في إعادتها في على مستوى إذاعي أو تلفزي، هذا يسمح
بالنسبة للمترشحين أن يكون عندهم حظوظ متساوية، ومش فقط متساوية، في الاستمرارية في الوقت وفي الزمن وفي المكان، وهذا اللي يطمئن المترشحين أنه صوتهم برامجهم وصلت لكل مواطن مهتم. طبعا ليس الجميع في نفس الظروف، البعض في ظروف مختلفة، اللي مريض وليس كالصحيح وليس كالعامل وليس كالذي في عطلة وليس تبلي أوضاع مختلفة. كل هذه الأوضاع الشروط هذه التي حاولت السلطة مستقلة مع التنسيق مع السلطة السابقة وخاصة القنوات إذاعة التلفزيون أن يخلقوا كل الشروط المثلى القصوى للتغطية الواسعة للطيف الاجتماعي زمنيا ومكانيا. نعم أستاذ. نعم أتحول أيضا إلى الأستاذ عبد اللطيف بروبي من محطة قسنطينة. أستاذ عبد اللطيف بروبي، ونحن نتابع انطلاق هذه القرعة بالنسبة لتخصيص الحيز الزمني المخصص للوسائل المترشحين في وسائل الإعلام السمعية الوطنية السمعية البصرية، كيف تابعتم بداية هذه القرعة؟ طيب، هناك مجموعة من الملاحظات المهمة التي يجب أن نذكر بها. أولا، على أن التنسيق كان مع مسؤولي هذه المؤسسات مهم جدا، تذكير بما هي الإمكانات للتسجيل وما هي الفرق التقنية القادرة على ذلك، وهذا أمر مهم جدا. بمعنى أن السلطة طلبت ماذا رأي استشاري من قبل مسؤولي المؤسسات، وذكرتهم بما هي الإمكانات الموجودة التقنية للتسجيل وما هو أهمية هذا التسجيل وكيف يكون التسجيل، وهذا أمر مهم جدا. إذن التنسيق هنا مهم جدا حتى نفهم ما هي الإمكانات. ثاني ملاحظة التي أعتبرها أساسية من خلال ما سجلته في الورقة، على أن هناك التقسيم كان بالمناسبة عندما نتكلم 72 ساعة للإذاعة و72 ساعة للتلفزيون، بغض النظر عن القنوات الإذاعية أو التلفزية، نحن نتكلم عن الحجم السعي الذي منح للإذاعة والحجم السعي الذي منح للتلفزيون. يعني بالمناسبة نحن نتكلم على 144 ساعة منحت للمترشحين الثلاث عبر تدخلاتهم، ولكن تختلف الفترات وتختلف الوسائل، القناة التلفزية العرضية الأولى، الثانية، الأمازيغية، البرلمانية. إمكانية إعادة التنسيق بين القناة الإخبارية الثالثة والبرلمانية وهكذا، نفس الشيء مع القنوات الإذاعية، منحت حجم ساعي مهم جدا بحوالي 72 ساعة وقسمت على عدة قنوات، بمعنى على أن الإنسان الذي يكون في مكان ثابت يستفيد من التدخلات التي هي بتعداد 1440 وحدة، سواء للتلفزة أو الإذاعة. بمعنى الذي يكون متحرك وليس في مكان ثابت يستمع للإذاعة يستفيد من خلال عدة قنوات الذي اعتاد الاستماع إليه. نفس الشيء بالنسبة للقنوات الخدمة العمومية المرتبطة بالتلفزة، جاءت وفق منطق 72 ساعة وتقسيم لحجم ساعي لا يخرج من إطار على أنها تبت وتعاد. إذن ما هو الجديد؟ الجديد على أن القرعة حافظت، انطلقت بطريقة منطقية أبروشي راسونيل، بمعنى منطقية، ننتقل من ما هي الإمكانات الموجودة وكيف نستغل كل الفرق التقنية الموجودة، وأكبر استغلال، لأننا نتكلم على 144 ساعة في 20 يوم، ونتكلم على 1440 وحدة لتدخل في 20 يوم. يعني نحتاج إلى شرح مستفيد ماذا لبرنامج وفق معطيات، على أنني أستطيع أن أستشرف على أن نخصص المبادئ العامة للمترشح، ما هي أهداف الترشح، ما هي التزاماته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن المجالات تختلف، المحاور متشابهة بالنسبة للمترشحين ثلاث، الحفاظ على الوحدة الترابية والحفاظ على الوحدة الوطنية واستغلال كل هذه التدخلات وفق ماذا التركيب المبادئ العامة
التي هي مشتركة، أقول وأعيد هي مشتركة بين الجميع ولتظهر للجميع. ما يهمنا الآن ما هي الإضافات في الشق الاقتصادي والاجتماعي وماذا تقدم للمواطن، لأن المواطن يدرك أنه ما أستطيع أن أقوله بألف كلمة أستطيع أن أقوله بمئة كلمة، ولكن ليس في قضية عدد الكلمات التي أقولها بقدر ما هي المادة التي أروج إليها وما هو الإشعار الذي أقدمه للبرنامج، لأننا نتكلم عن برنامج لخمس سنوات وفيه التزامات داخلية وخارجية. إذن حجم ساعي استغلت فيه كل الإمكانات الإذاعية والتلفزية، وما هو معيار أنني أصدر حكم على ذلك على أنه تم بالتشاور على المسؤولين على الجانب التقني في المؤسسات، لأن السلطة تدرك على أن هنالك تلفزة ولا تدرك كم هي عدد الكاميرات ولا تدرك كم هو عدد الصحفيين ولا تدرك كم هو عدد الفرق التقنية العاملة، وتدرك على أننا البث يكون في ثلاث فترات، وتدرك على أن البث يكون بطريقة جيدة، وتدرك على أن الإشهار والترويج يكون وفقا لبرنامج. إذن هذا الإعداد التقني يتطلب ماذا؟ إمكانات مسبقة بما تتوفر منه هذه المؤسسات الثقيلة، والتي خصصت أكثر من 144 ساعة لحملة ب 120 يوم ب 1440 وحدة. الآن ماذا ننتظر؟ ننتظر ماذا سيقدم في 144 ساعة وما يقدم في 1440، لأن الآن التحديات كبيرة وكبيرة جدا، والشرح مستفيض للبرنامج لكل مترشح. إذن مهم جدا على أن التنسيق الآن، السلطة طلبت تسخير المؤسسات العمومية، المؤسسات العمومية أبدت رأيها في الموضوع وقدمت ما تتوفر وحددت ما هي الإمكانيات الموجودة والعقلانية التي تخدم مدى بث جيد ومفهوم وواضح لحملة انتخابية. أكثر من ذلك إيكوال مانر بالمناصفة بين الإذاعة والتلفزيون بحجم الساعي، أكثر من ذلك على أن كل القنوات بكل الأطياف، لأن الأطياف التي مستهدفة مهمة جدا، فالذي يستمع لجيل أفهم ليس كالذي يستمع الإذاعة الوطنية وهكذا، كلها قنوات، ولكن المستهدف منها أن يكون الخدمة تقدم للجميع، لأن الخطاب هو للجميع والمترشح هو للجميع والاستغلال للقنوات للجميع. ولذلك قلت على أن المنطق في هذه العملية أنه كان تنسيق وتشاور مع المؤسسات، ما هي التوفر الإمكانات، ما هي الخدمة التي ستقدم، ما هو الحجم الساعي في هذه الفترة، كيف نستطيع تسجيل بطريقة جيدة ونستغل كل التسجيلات، وما هو الحجم الذي نستطيع أن نصب إليه وحدد ب 144 ساعة، ما أكثر من ذلك، ما هي عدد الوحدات. وأظن في اعتقادي المتواضع لا أكثر ولا أقل، وهذا رأينا بكل تواضع، على أن الوحدات هي كافية لأنها تمس كل القنوات، ولم نذكر بعد بالصحف المكتوبة والتواصل الاجتماعي. ما يهمنا الآن يجب أن نفهم على أن الحجم الساعي بين الإذاعة والتلفزيون احترم، الوحدات احترمت، التنسيق وجد، أكثر من ذلك على أننا تكلمنا بما هو وجود من إمكانات وسقفنا، وضعنا سقف كبير وكبير جدا عندما نبت ونقوم بالإعادة، يعني أننا نقوم ببث التدخل ثم إعادته في إذا كانت الإخباريات تصبح في جهة البرلمانية والعكس صحيح. إذن مهم جدا أن نفهم على أننا نستغل كل ما هو موجود ومتوفر في خدمة الحملة الانتخابية لا أكثر ولا أقل، لأنها مهمة أن يفهم المواطن ما يصبو إليه كل مترشح. لا نختلف في المبادئ وقد نختلف في الوسائل، ولكن ما يهمنا في هذه المرحلة أن نوفر للجميع نفس الحجم، نفس التدخل، نفس الوسيلة، وأن نقوم بتقديمها وفق منطق بشفافية. هذا هو الحجم، هذا هو التدخل، هذه الفترات، أما القرعة فهذا شيء آخر. نعم أستاذ عبد اللطيف. أستاذ أحمد خنيسة، ونحن نعود إلى هذه الصور التي تأتينا من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف، رحل انطلاق هذه القرعة والتي تحدد بطريقة يدوية وإلكترونية كما تحدثنا قبل قليل كل من القناة والتاريخ الفترة وترتيب كل مترشح في الحصة سواء كان ذلك بالتلفزيون أو الإذاعة. نلاحظ هذا الذي كان الآن مباشرة على هذه الصور من المركز الدولي للمؤتمرات أستاذ أحمد. طبعا هذا باب
اطمأن وضمن يعني يدويا وإلكترونيا، كان يمكن الاكتفاء بالإلكترون، ولكن هذا باب منطق الضمانات والقرعة أيضا كذلك ضمن، لأنه وهذا ما معنى، لأنه حتى القرعة الإلكترونية كان ممكن البعض قد يرى أنه في أي شيء يمكن يكون ممكن أشياء اللي ما تكونش نزيهة، ولكن هذه هي الشفافية، أنه المطلوب العمليتين ويكونوا متوافقين. نعم. زيادة في الضمانات كان يمكن الاكتفاء بواحدة، ولكن باب الضمانات المطلقة والنزاهة المطلقة والشفافية المطلقة أنه لا يمكن. لماذا؟ لأنه حتى الاستعمال هذا الأشياء اللي بالإلكترونية أو ممكن حتى بالذكاء الاصطناعي فيها ضمانات، رغم ذلك لأنه البعض يفهم وكأنه ما هو تقني فهو ضمانات، ولكن الطريقتين فيه هي في كيف أننا نطمئن إلى النزاهة، وخاصة سيتم ممكن تمرين التطابق والمطابقة ليكون الأمر بدون لكي لا يتسلل أدنى شيء، لأنه ما نساوش أنه هناك البعض ممكن مرضى النفوس أو يمكن لا شك أنهم، لأنه هذه العملية هذه تثير الغيظ البعض، كيف يعني الجزائر بهذه الشفافية وبهذه النزاهة، وقد نوجد بعد ساعات من ذلك يعني في أوساط التواصل الاجتماعي البعض قد يثير أشياء للتشكيك في ذلك، لأنهم لا يريدون أن تكون الجزائر بهذه الصرامة وهذه الشفافية، وهذه يراد خدش دائما الصورة التي هي الصورة الجميلة والنزيهة والمضيئة، بالتالي هذا زيادة في أولا تقنيا معقول ومطلوب وموضوعي المطلوب، ولكن هذا باش يبعد كل الأشياء التي قد تثار والشيطان يدخل في التفاصيل كما يقال. في البعض قد تجد ممكن تجدي انت او اي واحد في هذا العالم الظلامي الذي نعيشه، من يشكك قد يشكك ما هو يعني بشهادة الجميع بمحتوى قضائي بتفاصيل كثيرة بدقيقة يعني قرعة إلكترونية مدعمة بقرعة يعني يدوية، ولا شك أنه كن فيها طابق، وإن حدث شيء فلا شك أنه في إطار من هذه الحضورية وهذه الشفافية طمأن الجميع المترشحين يعني بحضور ممثليهم الصحافة السلطة المستقلة التي هي المشرفة وبالتنسيق مع السلطة المستقلة للسمع البصري التي هي جزء من مصداقية كل هذه العملية الانتخابية، وخاصة في شقها الآن اللي هو الإعلامي المتعلق بالدعاية الانتخابية، اللي هي لحظة مهمة وستكون لا شك لمدة 20 يوم مهمة جدا، وهذه أشياء ستدرس سندرسها في يوم ما في تفاصيلها. ليه طبعا ابتداء اليوم هذه شيء مكتسب ومكسب وكيف وهذه الأشياء، هي أيضا هذه القرعة أستاذ أحمد خنيس هي بين الآليات أيضا للتسويق الإعلامي أيضا والدعائي بالنسبة للمترشحين. أستاذ بروبي كان يتحدث قبل قليل على أنه الحجم الساعي المخصص لكل مترشح من خلال هذا التعبير المباشر تكفي بصورة واضحة من أجل إيصال الرسائل والأفكار التي يريد المترشح أن يوصلها بطريقة مباشرة للمنتخب أقول والمواطن الجزائري. شوفي أنا شخصيا لا أقول تكفي أو لا تكفي، هذا أمر يعود ممكن للمترشح، ولكن هذا إطار زمني قانوني أولا، فعلى المترشح أن يجتهد في أن يوصل ما هو يعني مهما هي فرصة يعني نعم، خاصة من الجانب الإعلامي السمعي البصري. نعم. لأنه قد أخذ مطبوعة أي مترشح وأقرأها في وقت كافي في أوقات متتالية، طبعا السمع البصري له منطقه هو جزء من العملية، الصورة والصوت يلعب دور كبير، تالي ما هو معنى الدعوة للمترشحين أن يعملوا يجتهدوا، لأنه يبقى قضية التسويق الخطاب نوعية الخطاب
نوعية الاقتراحات، نوعية البرنامج قد هي اللي تخلق التلفزيون والإذاعة، وهذا الشيء كله إمكانية تقنية في إطار من المساواة التقنية، الصورة، الصوت، كل الإطار كله في إطار. فيبقى الأمر بالنسبة للمترشحين في أنهم يضبطوا عملهم في هذا الحجم، في هذا الحجم الساعي، ليوفروا، ليقدموا الصورة والصوت والرسائل الأساسية والبرنامج الأساسي، والتركيز على ما هو ما يعتبرونه هم أساسي في برنامجه، ليخلق الفارق بين مترشح ومترشح. وهذه هي بالتالي من وجهة نظر السلطة مستقلة طبعا، وجهة نظر القانون وفر هذا. واش معناه هو تطبيق القانون؟ هذا معناه تطبيق المساواة المطلقة الحرفية. بقات القرعة فقط في قضية الترتيب، فعلى المترشحين أن يستوعبوا الزمن ويقدموا. هنا يبقى هما يعود للمترشحين إلى مديرياتهم، إلى من يدعمهم، أن يستغلوا هذه الكمية، هذه الحجم، لتقديم الصورة، الصوت، الاقتراح، الرسالة، الأشياء التي يرونها ضرورية في الحملة الانتخابية. في إطار هذا كل جميع يجتهد، له أن يجتهد في كل شيء. نعم أستاذ، وبالحديث أيضا على هذا الاجتهاد وهذا أيضا التقسيم بالنسبة للحيز الزمني، نتوجه إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر مع الزميلة سونيا جاسي، والتي تلتحق بنا من الأستوديو التلفزيون الجزائري والذي خصص لهذا الغرض بالنسبة للتعبير المباشر للمترشحين الثلاث للانتخابات الرئاسية. سونيا مرحبا بك من جديد. ماذا عن تحضيرات المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري خصوص مرافقة المترشحين وممثليهم من خلال أيضا هذه الحصص التعبير المباشر؟ نعم، إذن أنا الآن أمام أو في المقر الذي جهزه التلفزيون الجزائري ليكون حيزا ومنبرا للمترشحين وممثليهم لعرض برامجهم وأفكارهم عبر قنوات التلفزيون الجزائري وعبر قنوات الإذاعة الوطنية، طبعا بعد تقسيم الحيز الزمني للمترشحين عبر هذه الوسائل. إذن الآن أيضا يتم في هذه الأثناء تتم قرعة تقسيم الحيز الزمني للمترشحين في قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال. طبعا سيكون حيز زمني مقسم على فترات بين المترشحين، وستكون القرعة هي الفيصل بكل شفافية، بكل حياد، أمام كل الحاضرين ومباشر عبر كل قنوات التلفزيون الجزائري وأيضا الإذاعة الوطنية. إذن التلفزيون الجزائري ساهر وواقف وحريص كل الحرص على ضمان كل الإمكانيات والتجهيزات من أجل تغطية إعلامية شفافة محايدة واحترافية ومهنية لهذا الحدث. إذن الأعمال تجري أو الأشغال تجري على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل التجهيزات والتحضيرات كما تشاهدون في هذا البلاتو الذي سيكون المنبر لهؤلاء المترشحين وممثليهم. إذن التلفزيون كما قلت حاضر وجاهز في كل هذه أو في كل مرة من خلال هذه الأحداث الوطنية، حتى يكون في المستوى وحتى يقدم خدمة عمومية لكل المواطنين وكل متابعي التلفزيون الجزائري. نعم شكرا. إذن أستاذ أحمد تخينيسا، ونحن نتحدث على عملية التسجيل من خلال هذا الأستوديو الذي وضعته المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في خدمة المترشحين وممثليهم أيضا حتى يقومون بعملية التعبير المباشر الذي نشهد اليوم هذه القرعة. عملية التسجيل كنا تحدثنا بأنها تبدأ 48 ساعة قبل بث الوحدة المخصصة لكل مترشح، وذلك من أجل ضمان أيضا هذا تقنيا هذه الوحدة، وأيضا من جهة أخرى الاستمرارية حتى يكون فيه يعني موافقة لكل هذه الوحدات التي سوف يحظى بها المترشحون الثلاث من خلال التلفزيون الجزائري بالقنوات الأربع إلى زائد القناتين للإعادة، إعادة هذه الحصص المباشرة. طبعا قلنا 48 ساعة يعني ضمانة سواء للمنتجين اللي هم التلفزيون والإذاعة والمترشحين اللي
مراقبه وتصحيح ان كان هناك اي قصور. طبعا ما عندناش فكره بالتفصيل، ولكن هذه بما ان جات في النص انك قالوا نقرا كضمانه، بالتالي هو جزء وحجم ضخم من العمل الذي يقع على الاذاعه والتلفزيون، لانه يتطلب تجنيد كبير للتقنيين طبعا كذلك حتى المترشحين يجندوا من يراقب من يساهم، وبالتالي عمليه يعني ثقيل في الحقيقه، خاصه بالنسبه للقنوات واللي يعتبر عبء ثقيل عليهم، لانه ينبغي ان يوفروا ما يكونش اي خلل او نقص او قصور، لانه هذا هو الشيء. اما قضيه النزاهه والشيء يعني تقريبا لا شك في ذلك، ولكن الشيء الوحيد واللي يسعوا له التلفزيون كما راينا والاذاعه انهم يوفروا، وقد كانت لهم تجربه في الحقيقه طبعا. انهم لهم تجربه ويعملون كانت دائما تجارب ناجحه، تجربه جيده وناجحه، وتم نعم. تغطيه لم نسجل اي تقريبا حتى الهفوات التقنيه صحيح. ولكن قد يحدث هذا، العمل الانساني لا ينبغي ان نستبعده، ولهذا جاءت هذه 48 ساعه لانه تسمح للجميع جميع المتدخلين انهم يتلافون اي، لانه نقدر نقولوا هناك ضوابط وموانع في الخطاب، لانه قد يستعمل واحد لغه اجنبيه، قد يتسلل الخطاب فيه التمييز بتعبير قد لا يكون مباشرا ولكن فيه التمييز او اللمز او الغمز، وبالتالي نوعا ما الامر يبدو بسيطا، ولكن في الامور كلها تبدو بسيطه، ولكن لما المتابعه والتدقيق في التدقيق والاحترافيه والتفاصيل، لا اني انه العمل يبدو بسيط ولكن ليس في الحقيقه بسيط. العمليه كما راينا القراءه انا نشوف فيها تقنين، لما تكلمنا عليها تبدو كانها تحصيل حاصل، ولكن هذا اقتضى من السلطه يعني مهندسين الذين قاموا بهذا الترتيب وهذا تطبيق القرار. شوف واش انتج بالتفاصيل بالارقام، 180 لكل قناه، 60 لكل مترشح في كل قناه الحجم، بالتالي هذه راها تعطي خارطه الطريق للمترشح للسلطه لانها تتابع نعم. للتلفزيونات التي تنتج، بالتالي عملية معقدة في ظاهرها قد تبدو بسيطة. هذه الأشياء يعني هي شيء الحقيقة، وإن كان يعني سبق، ولكن كم مهما يكون هو أمر معقد واقتضى كفاءة وحرفية والتزام، اللي يعني في الحقيقة ينبغي نقولوا شيء يعني كبشر كإنسان كمواطن نقول شيء جيد، يعني هذا أمر يسعدنا ويسعد أي مواطن يتابع أن هناك انضباط. لماذا؟ لأننا في معركة الصورة، أنه صحيح. يجب هذه الانتخابات كما أشياء أخرى أنها تتم في هذه الصورة الجميلة الناصعة للجزائر التي تتأهب لمرحلة حملة يجب أن تتوفر فيها كل الشروط، الشروط النفسية المعنوية، وهي فرصة لتجديد الأفكار للتساؤل، هي مرحلة فيها تقييم كذلك تقييم كل مسيرة بالنسبة للجميع، ولكن بالنسبة للناحية الإعلامية فالإعلام كونفيكتور، فهو وسيط صحيح. وسيط يبدو محايد، ولكن المضمون اللي موش هو ينشو 100% ولكن يوفر شروط الصورة الجيدة والتقنية الجديدة، وفي هذا الأمر هو عمل كبير، يبقى المترشحين هم الذين يعطوا لها المضمون ويعطوا لها الروح ويعطوها الوجه الفكري والسياسي، أما الوجه التقني والإعلامي في الحقيقة تكفلت به السلطة مع تعاون مع مديري القنوات وكل التقنيين الذين يعملون ليل نهار، بالتالي فيها عملية بالنسبة للإعلام عملية تجند لإنجاح عمل وطني نزيه للجميع، ليس فيه تمييز وليس فيه تفاضل وليس فيه تفضيل لأي مترشح على مترشح، وهذا شيء يعني يسجل ابتداء بنزاهة لصالح الإعلام
والمرفق العام السمعي البصري. الأكيد بأنه الهدف يبقى تقريب الصورة بالنسبة للمواطن الجزائري بالنسبة لكل المترشحين الثلاث حتى يتمكنوا من خلق هذه القناة التواصل مع المواطن الجزائري. كنا نتحدث على مبدأ المساواة فيما يخص التعبير المباشر الذي تخص به القنوات الوسائل السمعية البصرية منها التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية. بالنسبة للقنوات الأخرى التي هي تتوجب الاعتماد على مبدأ الإنصاف في المشاركة في الحصص من حيث التوقيت والموضوعية، هنا أستاذ هنا الأكيد بأن الأمرين يختلفان لكنهما متكاملان في حد نعم حتى. نعم، لأنه هناك حملة التعبير مباشرة كما حددت السلطة، وهناك تغطية الحملة نعم. لأنه المترشحين هم اللي يقوموا بالحملة نعم. تجمعات كل واحد راح ياخذ صيغه تجمعات كبيره صغيره عن قرب عن طريق الوسائل الان التواصل الاجتماعي. لا شك انه الجميع سيجتهد من حيث وسائله تقنيا، من حيث التواجد البشري التقني عبر الصوره عبر الصوت عبر الانسان عبر الصيغ الكثيره. كل شخص راح يحاول يستفيد اقصى ما يمكن بما تتيحه الامكانيات، وكل واحد يبدع صيغه الحمله. ولكن الإعلام الآخر حتى الإعلام القنوات الخاصة المرخص لها بالعمل طبعا ينبغي أن تغطي بإنصاف. بإنصاف نعم. لماذا نقول إنصاف من المساواة؟ لأنه المترشحين سيجتهدون في أنه يكونوا كميا أكثر حضورا، أكثر حضورا إعلاميا إنسانيا بشريا عن طريق كل الوسائل. فالإعلام عموما العام والخاص مدعو إلى الإنصاف في التغطية، لأنه تقدر تخلق مساواة إذا كان مرشح أكثر نشاطا أكثر انتشارا أكثر وجودا، ما تقدرش تدير مساواة، بالعكس هذا تظلم مساواة، هذه تصبح ظلم. ولهذا كلمة الإنصاف تختلف عن المساواة. إنصاف أنك بقدر نشاط المترشح صوت بحيث تظهر تفاوت في النشاط، وهذه هي الحملة، هي منافسة في الحضور في النشاط في وهذا هو. كل واحد يجازى بجزاء، فالجزاء هو الإنصاف بموضوعية بما يمكنش. هناك القرار 17 اللي أنتجته السلطة المستقلة في جويلة اللي يدعو وسائل الإعلام أنها تغطي التجمعات التجمهرات حتى في البلاطو اللي راح تكون ممكن يستدعوا ممثلي، أنه يكون استدعاء لجميع المترشحين بالمساواة بالتواصل بالموضوعية. طبعا كل ضوابط أخرى اللي سمعناها عدم التمييز خطاب عدم تحريف أيضا المعاني والتصريحات المعاني، أيضا التأكد من صدقية المعلومة ذهب القرار لما قريته حتى إلى تنبيه، يعني حتى لقيتها يعني مبالغة، تنبيه المترشحين للتناقض في بين البرامج هم شيء، يعني هذه الحقيقة أو ليس حق الرد أيضا. الإعلام هو محايد أيضا، حق الرد هو من بين النقاط المهمة في الإعلام أيضا. فقط أنت كإعلامي من باب الحياد أنك تنقل بنزاهة بمصداقية، تحاول تغطي بإنصاف، تغطية تعطي كل جميع، لأنه قد يحدث أنه يكون ميل، قد يحدث خاصة في التغطيات. بالتالي هنا الفرق وين يكون؟ يكون في نشاط المترشح مش في الإعلام. على المترشح أن يخلق الفارق في التواجد في النشاط في الإعلام في التجمهرات في الحضور الإعلامي المكتوب السمعي البصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو المنافسة، هذه المنافسة الانتخابية في قوة الخطاب في نوعية الخطاب في نوعية هذاك الشيء. الإعلام هو في وضعية حياد وموضوعية، أنك تقدم الشخص في صورة ما تشوهلوش صورته طبعا، صوته احترام الحياة الخاصة أيضا وصون الكرامة من بين النقاط المهمة. ما يكونش قد يحدث أن تكون على عبر بعض وسائل الغير نزيهة، لا شك نتوقع أنه حتى وسائل أخرى أجنبية عبر الفضاء الأزرق قد، لأنه لاحظت في بعض الحين ظهر أنهم أجانب ويتدخلون كجزائريين
لإفساد الحمله قد نواجه انه قد واحد يسب او يشتم وفي الحقيقه لا شكون في ضوابط ايضا تقنيه من اجل الحد من هذا النوع من التجاوزات خاصه فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. نصل الى نقطه اخيره استاذ احمد خنيسه ونحن نتحدث ايضا على ضروره احترام فتره الصمت الانتخابي المحدد في بثلاث ايام قبل يوم الاقتراع على كل الوسائل الاعلام سواء كانت الوطنيه او غيرها الاعتماد واحترام هذه الفتره باختصار استاذ. نعم لماذا الصمت الانتخابي؟ يعني نعطوا فرصه متنفس للمواطن، فرضيا المواطن عرضت عليه معروضات عرض ينفر بوليتيكال عرض ذي برامج له ان يختار، فله الوقت انه يستوعب يختار اون كونيسونس على علم بشيء كما تعرف البضاعه العاديه في المنافسه تاخذ البضاعه التي تليق بك، نفس الشيء في البضاعه أو بالعرض السياسي للمواطن لا يشل ما يبقاش تحت ضغط الدعاية له فترة أنه يستوعب ويقتنع ويتخذ قرار تصويت لصالح مترشح معين بقناعة، لأنه قد تكون قناعات متقاربة فله أن يختار بين مرشح ومرشح بصدد التفاوت في وادية فترة الصمت، وحتى ممنوع يعني كذا صبر الآراء وغيرها صبر لعدم التأثير الأخير، لأنه ما يقتل السياسة وخاصة الانتخابات هو الديماغوجيا والدعاية والضغط على المواطن المترشح الناخب وتمويل الفاسد، بالتالي إلى آخر دقيقة نبقى الدعاية أعطيناها حل زماني. أيضا أستاذ بروفيسور أحمد خنيسة هو ضمان آخر من طرف الجزائر والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان شفافية وموضوعية إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي الهام الرئاسي ليا 7 سبتمبر. البروفيسور أحمد خنيسة أستاذ القانون العام، شكرا لك بروفيسور على حضورك معنا في هذه التغطيات الخاصة، وشكر موصول أيضا للبروفيسور عبد اللطيف بروبي من محطة قسنطينة، شكرا لك بروفيسور على حضورك معنا وعلى كل هذه المعلومات. إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي إلى ختام هذه التغطيات الخاصة والتي رافق فيكم فيها التلفزيون الجزائري عملية إجراء القرعة لتخصيص الحيز الزمني بالنسبة للمترشحين الثلاثة المتسابقين لرئاسيات 7 سبتمبر بعنوان التعبير المباشر. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.